باين علي ان المتعهد حفلات يا صلاح. هو متعهد الحفلات ليه شكل معين؟ ما هو انسان زي بقيه الناس. ايوه واسلوب الكلام تفتكر هقدر اجاريهم في الاتفاق؟ والله زي ما فهمت سعادتك يا بهجت بايه؟ السيرك كله هتنقله على حسابك من هنا للقاهره. اه وهندفع لهم الكومبليه، ولو حصل اقبال من الجمهور نزود ثمن التذكره. ايوه لحساب إدارة السيرك. أظن مفيش طريقة أحسن من كده، هيوافقوا على طول، وبالطريقة دي هتبقى مع الآنسة فتحية باستمرار، تشوفها وتشوفك، الدم يحن، يحصل تعاطف بينك وبينها، تختار الوقت المناسب وتقول لها فتحية أنا أبوك الحقيقة، فتحية الراجل بتاع السيرك ده ملوش أي صلة بيكي، هتاخدك بالحض ويتلم الشمل تاني. لقاء رهيب، خايف منه يا صلاح. أنسى بنتي 18 سنة وفجأة أفتكرها. أعوذ بالله. إيه ده؟ طب على إذنك يا بهجة. إيه؟ على إذنك. خليك معايا يا صلاح. معلش على إذنك يا بهجة بيه. على إذنك. على إذنك يا بهجة بيه. السلام عليكم. صلاح. صلاح وبهجة بيه. تفتكر لو قلت لهم إن أنا متعهد حفلات وبعدين كشفوني على حقيقتي مش تبقى قضية نصب واحتيال وانتحال شخصية الغير؟ طب اتصرف زي ما تحب، اتصرف زي ما تحب وأنا قاعد في الفيلا. تحت أمرك. سلام عليكم. سلام عليكم. يا أصدقاء. ليس هناك أصدقاء. صباح الخير. صباح النور. أعتقد أن سيادتك متعهد الحفلات اللي كلمتنا في التليفون. لا لا، أنا مش متعهد حفلات. إيه ده؟ مال إيه سعادتك؟ أنا جاي عاوز شغل. عاوز أشتغل عند سعادتك. تفتكر أن إحنا بنشغل في السيرك بشوات؟ أنا لا باشا ولا بيه، ده أنا راجل غلبان على قد حالي ومحتاج لشغل. إيه؟ البدلة؟ ده أنا أجرتها مخصوص علشان يبقى مظهري كويس وآجي قابل سعادتك. أولاً أنا مش صاحب العمل، أنا موظف هنا، ثم بمنظرك ده صاحب العمل مش هيرضى يشغلك أبداً. اقلع البدلة. يستحسن. ثم انت كان لازم تأجر زعبوك من بتاع المتسولين عشان حالك يصعب على مدير السيرك وتثير الشفقة في قلبه، وبكده يبقى في احتمال انك تشتغل. عن اذنك. عن اذنك، انا عندي اذاعة على الهواء. اذاعة دور سعيد يذيع على اخر الزمن. الو 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 الو، 1 2 3 4. الو 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 الو، هنا سيرك زقزوق الوطني. الو الو، 1 2 3 4. بكل فخر نقدم لكم توحة ملكة راسة الحصان. الو 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 الو، توحة النجمة العالمية. الو الو، 1 2 3 4. الو الو، الليلة ستشاهدون وكل ليلة مروضة الأسود الشهيرة سونيا النجمة العالمية. الو 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 الو، صباح الفل يا عبدو، اديني واحد شاي وحتى ابوك. الو الو، ها صوتي واضح حبا، ميرسي. الو الو، قرب 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 قرب، اتفرج قرب 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 قرب.
واثبت واحدة ومثبوت آخر زبطة. البلك مع سعادتك بعت لك السيدة على حساب. ايه البيت بتاع الإذاعة؟ لا لا مش الدكتور سعيد لعرج، لا ده مش لاقي ياكل. قصدك الأستاذ اللي دخل معايا دلوقتي الأستاذ صلاح؟ مظبوط مظبوط، هو اللي دخل واحد شاي محترم للبيل متعهد ودفع تمنه وبقشيش كبير كمان. وده بقى شاي محترم؟ ادو عشان بصراحة ربنا بيه انت هتكسب ذهب من ورانا. بس بقولك ايه، بقولك يا بيه المدير هيشد معاك شوية. اخ لو كنت جيت من 10 ايام بس كان وافق معاك على اي مبلغ تقوله. لكن الايام دي ربنا رزق بخرشة بيك من اغنق السيرك بيبعتر فلوسه يمين وشمال. تصور يا سعادة البيت، تصور عمل صورة الفتحية بالحجم الطبيعي وهي راكبة الحصان. كلفها 100 جنيه. مرسومة بالوان الزيت، ما شفتهاش على الباب. شفتها. علشان خرشة بيه ده البيل المدير هيشد معاك. بقول لك يا بيه بيني وبينك يعني ما تدفعش في الليله اكتر من 250 جنيه. احنا الكومبلي بتاعنا 300، يعني حلال عليك 50 جنيه ليلاتي. ايه وحشين. بقول لك يا بيه انا بقول لك الحاجات دي بس علشان خاطر الانسانيه يا بيه. انسانيه؟ الإنسانية بيه، الإنسانية. إنسانية؟ بيه. طيب خد بقى 1 إنسانية علشانك. ما بعيش فك لا مؤاخذة سعادة البيه. خلي الباقي علشانك. كله عشاني؟ كله علشانك. ربنا ما يحرمني منك يقدع متعهد في الدنيا، أهو كده المتعهدين ولا بلاش؟ شوف الحبة دي ودول يا بيه. يعيش بقى المتعهد! يعيش بقى المتعهد! يعيش بقى المتعهد! شيء غريب، الولد ده هيجنني. تصور جايب لي شاي ساده وهو عارف اني ما بشربوش الا بالحليب. اروح اجيب لحضرتك حليب؟ لا 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 لا، ما دام ما فيش حليب اشربه بالليمون. ايه حتى الليمون جايب لي خيار ويقول لي ليمون؟ برضو مش طعم الحليب. هايل، شكلك كده مش بطال عظيم. إذا كان عندك بقجة أو حاجة اللي حطيت فيها الملابس بتاعتك تقدر تشيلها هناك في الغرفة بتاعتي، آخر غرفة على الشمال. طيب آخد جاكيتتي وأشيلها. أيوة. في الغرفة دي؟ الغرفة هنا على طول. فين؟ تطلع على طول هتلاقي شمال ويمين، بصراحة ما فيش أي حتة أقدر أحدد لك. أنت حسب الجو والطقس. أي هوا جايب كده تلاقي الغرفة على طول. أوعى تنساها للراجل اللي أجرته منه يخرب بيتك. شاي بالليمون. ليه؟ حليب كان افضل. انا شاكر جدا لاهتمامك بيا. انت باين عليك ابن عيله زي حالاتي. ارتاح. تفضل ارتاح. باين عليك ابن عيله زي حالاتي، بس نعمل ايه؟ دنيا مرجيحه، ساعه فوق وساعه تحت. لكن برضو ايه؟ برضو ايه؟ برضو لا لا لا، من سار على الدرب وصل. انا بعمل دراسات عليا في العاب العقله والترابيز، الملائمه بين الهيكل العام وخطوات التنفيذ في ضوء الممارسه الفعليه. بابا زقزوق يا بيه. ايه بابا زقزوق يا بيه؟ ايه ده وما جاش هنا ليه مكتبه؟ دخل بيت الكلاب. اروح امهد له الجو لانه ما بيخرجش من بيت الكلاب قبل ساعتين ثلاثه. لكن من صار على الضرب وصل. شاي بليمون بعد ما كان بالحليب شيء غريب. بقول لك يا بيه ما يهمكش منه. ده سايق العبل على الشيطانه، واد روش كده
وصاحب السيرك البين مدير ما يقبلوش. هيطلب منك سمسره ما تدفعش ولا مليم. انا هجيب لك فتحيه هي كل في الكل بنت المدير، اتفق انت معاها على المبلغ اللي يريحك وهي فتح ابوها. ها احمد، هات لي الشاي يا احمد. عينيا يا ست الكل عينيا. جت اهي انا هكلمها لك. لا 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 لا، من فضلك من فضلك سيبني معاها لوحدي. انت واد يا احمد. فتحية ملكة السيرك بتلعب أحسن لعبة في الدنيا، الآنسة فتحية. الجمهور بيفضل يسقف لها يسقف لها يسقف لها لحد ما إيده توجعه من كتر التسقيف. أصل شاف صورتك على باب السيرك أعجب بيها قوي قوي. أمين بسلام. البال متعاهد آخر مستكة وحبهانة ستطوحة. قدام جنيه بقسيس بحاله. بقول لك إيه؟ اوعى الطيارين من ايدنا. ده وشه سمح وابن حلال قال له هيغنينا عن خرش بيه. وسالته على فكره فطامي بابا زقزوق الدكتور سعيد دخل اللعب. طب نجري من هنا يلا واعمل لي الشاي. الله، اجري نجري من هنا يلا. حاضر حاضر. هي كده ازاي على الفاضي؟ انما قلبها ابيض وزرقها زي السكر. انا كلمتها على كله. ما هو محسوبك برضه بتاع كله بيه. انا مش جرسونه بيه، لا ده انا صاحب البوفيه. يعني السركه كل ما تملى الناس والزباين انا كل ما كسبت واتنغنغت. عن اذنك يا زوق. ايوه مال. ايوه اهلا يا بيه. اهلا بيك. حضرتك بقى ناوي تاخدنا مصر زي ما قلت لابويا في التليفون؟ انا اكيد شفتك قبل كده. مدام متعهد حفلات يبقى ضروري شفتيني. انتوا من انهي بلد؟ من كل بلد شويه. بقالنا هنا حوالي 15 يوم بنروح ونيجي قبلي وبحري. في واحد من الاعيان عايزنا نقعد هنا جمعه على حسابه، مش عارفه بقى ابويا هيوافق ولا لا. عقله عمال ياخد ويودي، لكن لو لقيت اتفاقك انت اجدع هيمشي معاك على طول. تعالى يا مزقسوق، تعالى تعالى ان تحسن الى الفقراء فنعم ما تصنع. هو ده فقير معدم مسكين يرغب في الانضمام الى زمرة المساكين. لف كده. كنت بشايف سيرك مين قبل كده؟ انا بقول يقدر يشتغل معنا لسكتشات التمثيليه الغنائيه. لانه وشه فوتوجينيك. هو قريبك ازاي وايه اللي لموا عليك كده؟ دنيا كرويه وكلنا ولاد ادم وحواء يا وزقزوق. على كل حال وديه لحب الرمان، ان كان ينفع خليه يفرطه واصل خليه يشغله. ارزاق يا وزقزوق، يمكن لو جبرنا بواحد زي ده خاطره يعني ربنا يقبل بخاطرنا. يلا يلا. ولما انت راجل على قد حالك، حكايه متعهد الحفلات دي الجرسون هو اللي اخترعها. وايه اللي بينك وبين الجرسون عشان يرقيك من طالب شغلانه لمتعهد حفلات جيبه مليان؟ والله سوء تفاهم، انما في الحقيقه بقى انا عايز اشتغل معاكم. والحقيقه برضه انك اديته جنيه في حاله بقشيش. ايوه. فيه واحد في الدنيا يبقى عايز يشتغل يدفع جنيه في حاله بقشيش؟ اما انت اهبل صحيح. اهبل؟ الله يسامحك. انت زعلت؟ انا قلبي عليك. اللي عايز يشتغل يشتغل بكرامته يا بلاش. اهدى. ليه الدموع اللي في عينيك دي يا راجل انت؟ فتحية انا بس انا بس بس انت ايه؟ انت ولا عيال الصغيرين؟ ان كان على الشغل هتشتغل يعني هتاخد كام؟ رزقك ورزقنا على الله.
امسح دموعك وخليك جدع، مش هتشوف اكتر من اللي شفناه. ده احنا ياما تلطمنا ليالي، كنا بناكل طاقة واحدة في اليوم. استغفر الله، انا بس زعلت منك اديت الواد احمد جنيه حاله بقشيش. اللي عايز يشتغل ما يصحش ابدا يدفع رشاوي. اجدع قهوة مظبوط للبال متعاهد. رشاوي ايه؟ لا 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 لا، جنيه يا ستتوح، جنيه بس يا ستتوح. هات الجنيه، هديك الجنيه ولا مش مفوق؟ هات الجنيه، هات الجنيه. اي 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 اي، دراعي دراعي. هات الجنيه بقى، هاتوا. بطلوا رشاوي وسمسرة يا غاجر. رشاوي ايه وسمسرة ايه؟ ست تتوح بس. ايش يا واد انجار؟ الله يبقى في جيبك ويقسم لغيرك. ايش يا واد؟ اتفضل دفع لي جنيه بحالك. ولا كنت هتتعين لي مدير عام كنت هتدفع كام؟ صباح الخير يا توحة. صباح النور. بيقولوا متعهد الحفلات الجديد واسع. بقول لك ايه، ابويا قال لك على الراجل ده؟ ما قالش حاجه. طب اسمع، الراجل ده هيشتغل عندنا. انا صبحت عليه من بعيد وهو بيت الكلاب. هو مين ده؟ ابوكي. بقول لك الراجل ده هيشتغل عندنا. احنا ناقصين يا توحه عشان خاطر ده، بان عليه غلبان قوي، ان شاء الله حتى يشتغل بلقمته. احنا هنفتحها ملجأ ولا ايه يا توح؟ ابويا موافق. الله، قلت لك ده راجل غلبان. شوف تلعب ايه؟ انا بلعب بيانو كويس جدا. وقفت اللقمة في زوري يا دهول. ايه؟ دهول؟ ما يقصدش، اصل احنا هنا ما عندناش بيانولا. يقصد يعني بتعرف ايه في الالعاب؟ عقلة. ترابيز. بسكليت. موزيكاتي. تمثيل. اي زفت على نفوخك. ما ينفعش يا فتحية، ما ينفعش. ده كبير في السن، ما ينفعش. كبير في السن؟ اسمع اخينا، انا عندي شغلانة لواحد في سنك كمان، ويكون باين عليه ابن عز زي حالاتك كده. مهرج؟ لا 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 لا، انا عندي 5 مهرجين عايز لهم بلياتيو. زي الله يرحمه عم حسنين. تمام. احنا كان عندنا واحد ومات من سنتين، ومن ايامها ما قدمش النمرات. موافق تشتغل؟ موافق. الف مبروك. كل ما كان كبير في السن كل ما يصعب على المتفرجين اكتر. صح. وياخد شاكوشين. صح طبعا. تعرف تتشقلب؟ شقلب طبعا. ايه يعرف؟ وفي حد في الدنيا ما يعرفش يتشقلب؟ طب ورينا كده ابتحال صغير. يلا تشقلب. يلا اتشقلب. تتشقلب. اتشقلب. يلا اتشقلب. اتشقلب. ايه ايه ابا اتشيل. ايه هوب اتشيل. حلو يا حبر الله. يعني اهو يجي منه واضح قوي انه هيصعب على المتفرجين وهو بينضرب. انضرب؟ لا مش ضرب حقيقي. ايه امال ايه؟ تمثيل يعني. انضرب. المهرج من دول يدربك على وشك. تروح انت لافف كده اهو ومسقف ايديه. هات وشك. وشي. هات وشك. هات وشك. هات وشك. طب وسعني. هات هات وشك. شوف حاسب عليا. هات وشك. هات وشك. هات وشك. هات وشك. هات وشك. اهدى يا حب الرمان، مش حرام عليك؟ جدع انت، انا مش وريتك تعمل ازاي. وبعدين بقى تطلعت لنا منين على الصبح؟ ما كنت عايز تشتغل تفتح مخك يا اما تفضل مع السلامه. اعوذ بالله، ده غبي قوي. خلاص يا اخ، حقك عليا، ما كنتش اقصد اضربك بجد. يا جماعه انا خلاص. حقك عليا. حقك عليا يا ولد يا حبيبي. فتح مخك عشان تاكل عيش. فتح مخي؟ انا فتحه قوي قوي. انت ظريفه ظريفة خالص، وانا حطير من الفرح علشان هشتغل معاك. يا سلام. يلا توح، يلا شوف بدلة المرحوم وقسيها له، ان كانت ضيقة وسعها له وخليها مقاسه تمام. طيب. يلا عشان نشتغل بيها الليلة. طيب. يلا توح. يلا يلا توح. يلا يلا
باين عليك ابن ناس وتدهدر بيك الحال. تدهدر قوي. مهما كان ما تشيلش الدنيا فوق دماغك. طول ما انت فيك صحة بوس ايديك وش وضهر. الحمد لله. اسمع يا ابني، شوف بقى هفهمك شغلك. ابنك تضحك على ايه؟ فهميني شغل. يلا شوف بقى. البلياتشو في وسط 5 مهرجين بيمثل تمثيل صامت بلطومايم، يعني من غير ولا كلمة خالص. الخمس مهرجين بينزلوا فيك ضرب بالقلمة والشلاليت والروسيات، كل ده تمثيل في تمثيل، لكن لازم يبان للجمهور انه حقيقي. وفي شرط مهم قوي قبل ما تشتغل عندنا. ايه؟ لو جالك ألم حقيقي احنا مش مسؤولين، لأن البلياتشو اللي قبلك أخد ألم حقيقي على صرصور ودنه ووقع طب سيك. الله يطمنك. مفيش أي شغلانة تانية غير اللي فيها ضرب دي؟ لا مفيش. ولا مؤاخذة يعني، اشيلك الشنطة، اناولك هدومك. ايه يا ابني ليه شايفني ايه؟ ابنك. يا والدي، موافق ولا مش موافق؟ موافق. اللي تؤمري بيه هنفذه. الله، ان شاء الله تقولي لي ارمي نفسك البحر. هرمي نفسي في البحر. طب يلا اتفضل ارمي نفسك. ارمي يلا. تصور يا خوش البيه متعاهد الحفلات. تفضل يا فندم. تصور يا فندم سيادتك متعاهد الحفلات اللي كلمنا امبارح في اللوكاندا وقالوا انه جاي الساعه 12، لحد دلوقتي لسه ما جاش. يبقى مش جاي. دلوقتي الساعه 3 الا ربع وهو قال جاي الساعه 12. وتصور يا فندم خلاني اجيب كل اللاعبين هنا واتمرنوا من الصبح من الساعه 8 وقاعدين لحد دلوقتي، والله لحد دلوقتي لسه ما فطرنا يا سعاده البيه. ولا يهمك، الاكل عندنا، اجمعهم كلهم ويلا بينا على العزبه. يا سلام، انت مغلقنا بكرمك يا خرش البيه. يا راجل ما تقولش كده، انا خلاص بقيت منكم. يا سلام، ونعم الاخلاق يا خرش البيه، ونعم الاخلاق. لكن قول لي، نعم، انت ايه اللي بيخليك تبيع الحفلات للمتعهدين؟ يا فندم، اصل متعهد الحفلات هو منقذي الوحيد. احيانا بنبقى مضروبين هنا في السيرك، فلما بنبيع لمتعهد حفلات اهي دي بتشيل ديت، ومكسب النهارده بيغطي خساره امبارح. لا 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 يا بابا زقزوق، ما تسيبش نفسك للمتعهد يتحكم فيه، والموسم اللي الايراد فيه ما يغطيش المصروفات. أيوة. انا تحت امرك بين جنيه لألف. الله يخليك لنا يا فندم، الله يخليك لنا يا فندم. احنا هنفضل هنا لحد امتى؟ مش نروح نتغدى ونرتاح عشان نعرف نشتغل بالليل؟ الغدا عندي يا حب الرمان، قول لزمايلك كلهم ويلا بينا على العزب. يا سلام، كتر خيرك، اهو ده الكلام المعقول. ايوه، متشكرين قوي يا فندم. طبعا اذنك يا فندم انا اقول لهم. يلا روح استعجلهم وشوف فتحيه. حاضر يا فندم، حاضر، عن اذنك يا فندم. يا اصدقاء، ليس هناك اصدقاء. ازيك يا دكتور سعيد؟ هو انا ارفض دعوتك على الغداء بشدة. ايه السبب؟ السبب والاسباب المسببة لهذا السبب اللي سببت سعادتك تقول لي ايه السبب، انا حاسب فيها ساعتين ثلاثة ومش معقول حسيب منها ولا سبب، لان الاسباب المسببة لهذا السبب اللي خلت سيادتك تقول لي ايه السبب انا حاسب فيها 4 ساعات ومش 4 ساعات، 5 ساعات، وما فيش حاسب منها ولا سبب. وما تقوليش ايه السبب، لان الاسباب دي انا لن اسيب منها سبب ومش فاهم منها ولا سبب، لان اسباب غير مفهومه لسبب واحد من هذا السبب. صدقني ما فهمتش حاجه. ولا عمرك هتفهم. بتضحك على ايه يا خرشيد بيه؟ انا سندوتش فول يغنيني على اني امشي 2 كيلو لحد ما اوصل لعزبتك وناس عزبتك. بس في زمايل كتير لك بيفرحوا قوي لما اعزمهم على الغدا. اغبياء همهم على بطنهم. اذا كنتش عايز تيجي خليك انت. انا كتلت الراي العام ضدك ومحدش هيلبي دعوتك على الغدا اطلاقا. اوكي يا خرش بيه، يلا بينا احنا، هم هيحصلونا ورانا. حصلونا ايه يا راجل؟ انا عازمكم على الغدا مش على العاشا. الله،
هي فين فتحيه وانا اروح استعجل؟ هي بس اصلها يا فندم، اصلها يعني البدله بتاعه الراجل القديم اللي مات هي بتضيقها على البلياتشو، وحالا هتيجي ورانا كمان نص ساعه. وماله؟ اروح استعجلها. هي فين؟ انا جاي وراك. دخيل متطفل بيشتري الحب بالفلوس، كل يوم والتاني غدا وعشاء وهدايا، لكن على مين؟ مش ممكن. انا حاقف قدامه بالمرصاد لحد ما نخلص اليومين اللي هنا ويغور من وشنا. توح، ايه سعيد؟ الراجل ده انا ايه رايك فيه؟ لطيف وظريف مش كده؟ مجرم عريق في الاجرام. ايه ده؟ وانت تعرفه؟ ومين؟ مين في السيرك ما يعرفوش؟ كلهم بيعرفوه بس قرفانين منه وبيلعنوا اليوم اللي ايه يا ابني ده؟ هما لحقوا يعرفوه حتى ولا عاشروه؟ انت بتتكلمي عن مين؟ عن البلياتش. انا بتكلم عن خرشد ومات، وانا عايز اسالك ايه رايك فيه. وبتسالنيش ليه؟ مش لاقي فرصه، كل ما احاول انفرد بيك يطب علينا ويقعد يحوم حوالينا زي الدبان لما يلف ويحوم حوالين حاجه حلوه. قصدك ايه يا سعيد؟ قصدي عايز احذرك منه ومن غداء ومن عشاء ومن هدايا. كفايه انه واكل عقل ابوكي. لكن انا واثق ان عقلك اكبر من عقل ابوكي. الطم، محدش في الدنيا يقدر يجبرني على اني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. بس انا شايف ان بابا زقزوق بصفته ابوكي بيجي قدام خرشد ويضعف زي ما يكون خرشد ده مغناطيسي. لحد دلوقتي خرشد بيه لطيف معايا. ايوه، واذا فكر انه يقل ادبه هكسر رقبته. انا هشوفه خرج ولا لسه مستنيكي. منتهى السعادة، لولاكي ما كنتش هشتغل هنا. وأنا كمان مش عارفة ليه حاسة إني في منتهى السعادة أنا كمان. أقول لك السر؟ قول. ويبقى السر ده بيني وبينك بس. أمال هو اسمه سر ليه؟ فتحية. أنا أنت إيه؟ أنا يا فتحية. أنت إيه يا إيه يا رجل؟ أنا اسمك إيه؟ اسمي؟ كلم. أنا اسمي بلياتشو. اسمك الحقيقي؟ قول اسمك بالكامل. فين البطاقة بتاعتك؟ البطاقة؟ طلع البطاقة. ما هو كمان مش معقول هيشيل البطاقة بتاعته في هدوم الشغل. اجري هات له البطاقة. شفتي؟ ما عندوش بطاقة. انا متاكد ان هو هربان من احكام وجاي يستخبى هنا في السر. احكام ايه؟ اسكت انت يا توح على الصف ده، انا عارفها كويس. فين البطاقه؟ انطق اتكلم. فين بطاقه؟ انا احسن طريقه نسلمه للبوليس. لا، الشاويش على باب السر. لا يا خرشد بيه، لا. اسكت انت يا فتحيه. الله، دي مسؤوليه على اداره السرك. انا هعرف ازاي اخليك تنطق. فين بطاقتك؟ فتحية انا جاي هنا علشان اكون جنبك. جنبي انا؟ ايوه. مش معنى انا يعني؟ ايوه يا فتحية، انا لولاكي ما كنتش هشتغل هنا. لولايا؟ انت راجل عايز تشتغل وتاكل عيش، ممكن تشتغل في اي سيرك تاني او في اي حته تاني. صدقيني يا فتحيه، انت اللي خليتيني ايوه اشتغل هنا. صدقيني، ارجوك تخليهم يسيبوني اشتغل معاكي هنا. انا لا حزود ولا حنقص.
اطمن، ما حدش هيقدر يضايقك. انا مش فاهمه ايه الكلام الفارغ ده. حكايه بسلامته، خرشد بيه زعلان خالص. ما يزعل، هو مين الرئيس هنا، ابويا ولا خرشد بيه؟ عارفين يا روحي ان ابوكي صاحب السيرك، لكن خرشد بيه صاحب الارض اللي مبني عليها السيرك. ممكن السيرك يتبني على اي ارض تاني. ممكن، لكن ما حصلش ومش هيحصل، لان الاجره اللي بندفعها ملاليم. يعني ايه يبيع ويشتري فينا؟ يا اصدقاء، يا اصدقاء. سعيد الحق، خرشد بيه عايز يطرد البلياتشو. ليس هناك اصدقاء. يا ريت على طرده بس، ده هيجيب له البوليس. بوليس؟ اه. يلا اذا كان عليك احكام اهرب اولا. انت مش عايز تقول اسمك ليه؟ عاش ويش. اهو ما معاش بطاقة وانا اشتبهت فيه. أنا متأكد إن صورته كانت منشورة في الجورنال ومكتوب تحتها ابحث مع الشرطة. فين بطاقتك؟ بتشتغل إيه؟ بيشتغل بلياتش. لا، ده بيتمحك عشان يشغلوه في السيرك ولسه هيجربوه الليلة دي. مفيش حد يضمنك. أنا فتحية. أنا سعد سول. إيه يا خرشد بيه؟ راجل غلبان وعايز ياكل عيش، ما تسيبه. أنا هاخده معايا، وإن كان موقفه سليم هنسيب. لا سيبه يا شباب. تعال معايا، تعال امشي قدام، امشي قدام. يا عم انا موقفي هنا. امشي قدامي. سيبه يا شباب. امشي قدامي. متشكرين يا خرشد بيه. امشي. انت قلبك طيب قوي. الاصناف دي طياري، لازم قبل ما يشتغل عندكم تعرفوا عناوينهم وارقام بطاقاتهم. ولاد الحرام كتير قوي. فعلا ولاد الحرام كتير فعلا. يا زعلانه ليه؟ بلحق عليا اللي انا بحافظ على السرق من النصابين والمجرمين. ده واضح جدا انه عامل علمله وجاي يستخبى هنا في السرق، جاي يشتغل في السرق هنا لغرض في نفسه. عينيه كلها مليانه اسرار. انتوا اهل فن يا سوني، وانا لولا ان انا واثق من فنكم ما كنتش شجعتكم وقفت جنبكم. جرى ايه يا خرشد بيه؟ انت بتخدعنا ولا بتخدع نفسك؟ محدش يقدر ينكر انك واقف جنبنا وبتشجعنا، انما عشان خاطرها هي بس، هي لوحدها. لا يا سوني، انا لا معتوه ولا مراه. ثم اذا كان هيحصل نصيب يعني ويحصل جواز، ده شيء تاني يا حبيبي. لا تاني ولا تالت. جرى ايه؟ مستني ايه؟ ما تطلبها رسمي وتوفر الجنيهات اللي انت بتبعترها كل يوم يومين وشمال. قول لابوها انا هدفع كذا، حيوافق على طول وتريح نفسك وتريحنا. انما لعبة حورين يا طيطة دي مش هتجيب نتيجة. اصل فيه عقبات قدامي لازم ازللها. ده بيتهيأ لك. عقبات ايه؟ ابوها اللي بيقول لك كده. عقبات ايه؟ طب والدكتور سعيد؟ هو ده بقى اللي بيحبها قوي، وحبه لها بقى مجننه بعد عنك ومخليه بيحضر الدكتوراه. لكن الحقيقه بقى والحق يتقال، البت عمرها ما قالت له كلمه حلوه. يعني حب من طرف واحد. طب مش جايز يتهور؟ ده مجنون ويعمل حاجه لما اخويا لقيني خدتها منه. جرى ايه يا حبيبي؟ وضب له شغلانه زي اللي وضبتها للبلياتشو. هو بيعمل ايه عندنا في السيرك؟ ولا حاجه. فكرك كده؟ والله بقى انا بقول لك كده عشان نقصر الطريق. وانت حر بقى يا صاحبي. عن اذنك، عن اذنك يا روحي حبيبي. بيندهلي حبيبي. انا جايالك يا اصدقاء، يا اصدقاء. ليس هناك اصدقاء. بالعكس، الاصدقاء كتير قوي بس انت مش شايف. تهكم، تهكم ما شاء لك أن تتهكم. لا أنا بتكلم جاد، الأصدقاء كتير قوي وقريبين خالص. الحب الحقيقي يمكن أن يستغنى عن المال. بس هدي نفسك، هدي نفسك كده وقعد عشان نتفاهم بالرواق، نكشف ورقنا ونتكلم على المكشوف. الحب شجاع ودنيانا خداع.
وطي صوتك. الله، انا مش هطرش. وعلى العموم لازم تعرف انها عمرها ما قالت لك كلمه طيبه ابدا ولا كلمه حلوه، مظبوط؟ فسيبك بقى كده من الحركات اللي بتعملها وادعاء الجنون والهلوسه ويا اصدقاء ومش اصدقاء. ولازم تعرف ان احنا هنعلن خطوبتنا الليله. عن اذنك. عمرها ما قالت لي كلمة حلوة، ده صحيح، بس ده ما يمنعش اني بحبها. لو اصبح بيني وبينها جبال وبحور برضه بحبها. الليلة دي هنعلن خطوبتنا، برضه بحبها 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 بحبها. تعال اقعد هنا يا بابا زعزوق وفهم، احنا مش هنلعب بقى لعبة حورين يا طيطة، لأنها مش هتجيب نتيجة. أنا عايز أتجوز بنت. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا خورشيد بيه. انت بتجدده تاني ليه بس يعني؟ أنا مستعد للمهر اللي تقول عليه. المهر اللي هطلبه هدفعه 5000 جنيه، ومالكش دعوة بأي حاجة، أنا هاخدها بالفستان اللي عليها. قلت إيه؟ أيوه بس أنت عارف سعادتك يعني ان السرك من غيرها ما ينفعش يعني ما يمشيش. مش هزود ولا مليه، المهر مناسب كده. اذا كنت بقى هترفض يبقى في كلام تاني. اقول لك ايه يا خورشيد، انا تحت امرك، انا تحت امرك. خلاص اجمع الناس بتوعك كلهم بتوع السرك واعلن عليهم الخبر. حاضر يا فندم، حاضر، انا هعلن عليهم الخبر. يا سونيا، يا حب الرمان، ايوه، يا سعيد، ايوه، يا كلكم تعالوا. أيوة. تعالوا. خير يا اخوي؟ تعالوا يا اولاد، انا بعلن عليكم كلكم ان خورشيد بيه خطب فتحيه بنتي وانا وافقت. يا اختي الف مبروك، الف مبروك. اهو كده يا خورشيد بيه تقطع العرق وتسيح دمه. يا فين 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 فتحيه؟ فين فتحيه؟ فين؟ ماله ده؟ فين فتحيه؟ مش تاخدوا رايها؟ مش يمكن تقول لا؟ اسكت انت. مش يمكن هربت زي عوايدها؟ ما كل ما تلاقي حاجة تنغصها تهرب. ما هو ما يشفيش جراحك إلا لما تهرب من مكان أحزانك. ترغي كده ليه؟ ده مش كلام لازم تتكلمه، ده لازم تتكلم كويس يا دكتور. أنا قلت حاجة؟ أنا بقول فين فتحية عشان تاخدوا رأيها. يا ست فتحية، يا فتحية تعالي يا روحي عشان ناخد رأيك. تعالي يا فتحية، يا بنتي خورشيد بيه طلب ايدك مني وانا وافقت، والمهر 5000 جنيه. يا 5000 جنيه، مبروك. 5000 جنيه، اوعى يا اخويا اوعى. يا اختي عالطعامة اهي سكتت، والسكوت علامة الرضا. ايوه السكوت علامة الرضا. خلاص النهارده كلكم معزومين عندي بعد الحفلة عشان نهيص ونغني ونضحك للصبح. Thank you.
ليس هناك أصدقاء، ليس هناك. مين بس قال لك إن مفيش أصدقاء يا أخي؟ من هو؟ محدش يستني، محدش يستني. أنا من يوم ما حصل اللي حصل لي وأنا ما مديتش إيدي لحد يستني. أنا فاهم أنت زعلان من إيه؟ فاهم أنت زعلان من إيه؟ لكن هتعمل إيه يا مسكين؟ هتعمل إيه؟ العين بصيرة واليد قصيرة يا صاحبي. هتعمل إيه أنت مسكين مع الوحوش البشرية دول؟ أكون وحش، أكون وحش، وحش منهم. وأمري أنا هيفتحوا خطوبة فتحية على الوحش البشري اللي اسمه خرشد. ضحكتني يا دكتور سعيد. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. بقول لك ايه، بلا لبيب وبلا حبيب. اسمع، ابوها لا هيفسخ خطبتها ولا هيجوزها له. ايه رايك بقى؟ ايه، هنديله فلوس؟ ابدا. اسمع، هيحبسوا بيهم برضو. ابدا. ولد، انت عايز تعقلني يا ولد؟ تعالى بس افهم مني وانا هقول لك كل حاجه. اللي انا فهمته بقى دكتور ان فتحيه وابوها اتفقوا سوا انهم يطفشوا الوحش البشري بصنعه لطافه. بالعربي يعني تفضل فتحيه تزهق فيه تزهق فيه تزهق فيه لحد ما يمشي هو من نفسه. وما دام ماشي من نفسه يبقى مش هيطلبهم بال5000 جنيه. شفت بقى؟ حيوان. الله، حيوان، حيوان بشري فعلا، حيوان. انا ما عندكش قدرة على التمييز والتحليل والنظر في جميع تفاصيل الموقف وملابساته. حيوان فعلا. انت غير متكامل الشخصية، غير متكامل الشخصية. ما تستجيبش الى الجانب واحد بس من الموقف دون غيره من الجوانب. غير قادر، غير قادر على التمييز بين ما هو عرضي وما هو جوهري. ايه يا دكتور روشتني، ايه تمييز وجميز بتاعتك دي؟ طب فهمني انت بقى يا اخويا، ايه هو العرضي وايه هو الجمبري بتاعك ده؟ يا جاهل، يا جاهل، تنصتك كله هامشي، يعني على الهامش، على الهامش. بتلف وتدور وتبني نظرياتك وابحاثك على طراطيش الكلام اللي بتسمعها من هنا ومن هناك. لكن انا، انا ليه بس؟ انا أهو. انا انا انت ايه؟ انا في قلب المشكله، بنظم ابحاثي كلها حول النقطه الاساسيه. طب ما انا عارف النقطه الاساسيه، بس مش عايز اقول عشان لما تيجي من غيري احسن ما تيجي مني. انا عارف غيري كويس، عارف غيري كويس. وما دام عارف غيري كويس، عارف نفسي كويس، واللي عارف نفسه كويس يبقى عارف غيره كويس. طيب، طيب يا استاذ عارف، طيب عارف يا استاذ عارف. النقطه الاساسيه بقى بصراحه ربنا هي البلياتشو. شيك هاند، شيك هاند يا ولد، شيك هاند. انت 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 مدرك للوقائع يا ولد. ودي دي اهم وظيفه لانها بتسيطر على جميع الوظائف السيكولوجية الاخرى. بقول لك ايه، كلنا عارفين وساكتين، حتى انت كمان عارف وساكت، عارف انها بتحب البلياتشو والبلياتشو بيحبها، صح يا دكتور؟ الوحش البشري عرف الكلام ده كمان يا دكتور، فرح مصمم رأيه ان كاتب الكتاب يبقى بعد بكرة. ماشي يا دكتور. بس ايه، انا انا واقف على قاعدة ثابتة ومستعد. مستعد ايه بس؟ هو انت هتحارب يا دكتور؟ ايوه يجب علي، يجب علي ان احارب الحيوانات البشرية. فانا انا عضو عام، عضو عام في السلك الوطني، أسعى دائما لخدمته، ولو إني أعرف. بقول لك إيه، اسمع دي، أستاذ مرة بيسأل التلميذ قال لك
اكبر من الثانيه يا ولد. قال له الدقيقه يا فندي. قال له ايه اكبر من الدقيقه يا ولد؟ قال له الساعه يا فندي. وقال له ايه اكبر من الساعه يا ولد؟ قال له المنبه يا فندي. ها 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 كويسه يا اخي كويسه. على إذنك يا دكتور، أنا عايز بابا زقزوق على انفراد في كلمة. معلش، ده الواد ده متربي معانا وصول، معلش، مفيش حاجة. هاي، ممكن بقى حضرتك توضع لي حد للمهزلة اللي أنا فيها؟ 28 يوم وأنا دافع المهر وما تمش أي إجراء. إيه ده؟ سكتنا له ودخل بحمار. هو مين الحمار يا مجنون؟ اخلص! اخلص يا منحرف الشخصية، يا مستودع أمراض نفسية. سامع يا زازوق، يعني انت موافق ان المجنون ده يهزقني؟ بس يا واد يا سافل يا قليل الادب، انت سامع الكلام ده يا زازوق؟ انت طلبت منه انه ما يمشيش عشان ما اعرفش اتكلم وياه، لكن انا هعرف اخد حقي، هعرف ازاي اخد حقي. مبسوط مبسوط يا حضرة المدير، ورطت في نجمة السيرك، بعت روحي وروحك وأرواح كل اللاعبين، بعت عمرنا كله ب5000 جنيه يا أخي. الوحش البشري الشباب، الوحش البشري مش تهويل، دفع ثمن الغزالة وعاوز ياكلها. سلمها له، سلمها له عشان ياكلها. بس بقى بلاش تهويل. الله، دي جوازة زي ايه جوازة؟ ايه ده؟ يعني مصر يتجوزها له؟ تتجوزوا من ثلاثة وبعدين يتطلقوا عشان حكاية ال5000 جنيه. تحيوان تحيوان بشر. الله الله الله، مستحيل. اوعى، مستحيل الجوازة دي هتتم. اوعى سيب هدوم يا مجنون انت. مستحيل. اوعى يا اخي. اسمع، اوعى يا مجنون انت. اسمع، الله، لو الجوازة تمت مش ممكن. انا اللي حاف قدامك، حاف قدامك بالمرصاد، وحديك درس عمرك ما هتنساه. طيب عمرك. طيب خلاص، انا اللي هنسجن لو حصل سجن مش انت. عديد جبان. الله، جبان. ما تشتغلنيش بقى وتقول لي اصدقاء، مش انا سعيد انت. الله، انت حيوان بشر، حيوان. عديد اخرس. اقول لك حديك درس عمرك ما هتنساه. طيب يا سيدي حاضر. عمرك. طيب يا سيد خلاص، انا همشي يا سيد، انا همشي. يا أصدقاء، يا أصدقاء، ليس هناك أصدقاء، ليس هناك أصدقاء. معاش اللي زعلك يا خرشد بيه، معاش اللي زعلك. ما انت عارف حالتنا، ده احنا كنا زي الأيتام من غيرك، وعارف حالتنا من أول ما جينا. لكن في ناس يا سونيا هانم زي القطة بتاكل وتنكر. نعم، مين هم دول بقى؟ جوزك يا سوني هان، والراجل المجنون ده اللي اسمه سعيد. هو صحيح كان خاطب فتحية قبل ما يقع على رجله تنكسر، صحيح كده؟ يعني هو صحيح ومش صحيح. أرجوك يا سوني هان، أنا حالتي المزاجية وحشة خالص. طيب أنا حديك بقى نصيحة روق بيها مزاجك. ممكن أخذ الكوبايات الفاضية ست سوني؟ طيب هات حاجة ساعة لخرش البيت. ما عندناش لا مؤاخذة حاجات باردة، كله سخن. طيب هات كركديه سخن الخرشد بيه. عيني. حاضر عيني. ايه هي النصيحة يا سونيا هان؟ شوف بقى يا سيدي. ايه؟ احنا عندنا عرف في السيرك ان البنات ما يتجوزوش من بره. لكن ده انا خطيبها قدامكم كلكم، ولا حدش اعترض، وانتوا عارفين ان ابوها خد المهر مني قدامكم كلكم وعارفين. محدش يقدر ينكر أبوها موافق وكلنا موافقين. الله، أمال إيه بقى العطان؟ الراجل المجنون ده اللي اسمه سعيد؟ لا، قول الإنسان اللي أنت شفته وكرهته زي اللي كان بقلبك كان حاسس إن ده هو الحجر اللي مش هتقدر تخطيه عشان توصل لها. البنيات شو؟ قول التعبان أبو جلد ناعم ونب أزرق مليان سم، ده الجبل اللي مش هتقدر تتعتعه. ده نسيف، أنا جيب ديناميت ونسيف، انا محيه من على وش الدوني. انا اول ما شفته قلت ده ما يشتغلش في السيرك. او بيشتغل عندنا بقاله 30 يوم، لكن بقى عدوه سحرها
خلاها زي الكلب اللي بيمشي ورا صاحبه ركع تحت رجليه في كل مكان. بتحبه، كلنا عارفين انها بتحبه. بلياتشو رايح فين يا بلياتشو؟ اسمع تعالى معايا استخبى انا وانت وهقول لك على كل حاجه. تعالى هنا عشان نتفرج. المهرجين دول يضربوك بجد. الضرب الجد بيريحني، بيفوقني. وافرض جالك ألم حقيقي على صرصور ودنك تضيع زي ما ضاع المرحوم حسنان؟ كل إنسان له أجل يا فتحية. لا بس أنت راجل كبير والشغلانة دي خطرة علشانك، يعني لازم تكون حريص ومفتح. مفتح؟ أنا طول عمري مغمض، ما فتحتش عيني على الدنيا الحلوة غير يوم ما شفتك. بقالي سنين طويلة عايز أشوفك. وانت كنت تعرفني قبل كده؟ أيوة بس بقالي 18 سنة ما شفتكيش. 18 سنة؟ يعني شفتني بقى وانا في اللف. انت بليات شعقلك ترلالي. بتهيألي ان هو ده الوقت المناسب علشان أقولك اني بتحبني؟ أيوة وانا كمان بحب. يعني حصل تعاطف بيني وبينك؟ طبعا. يبقى لازم اقول لك ان انا فتحية. انا قول يا بلياتشو انت ايه؟ انت ايه يا راجوز؟ اهدى، انتوا مستخبيين ليه؟ عشان نسمع اللي سمعناه يا روحي. تعبان، فعلا تعبان، جلده ناعم ونابو ازرق. يلا بلياتشو يلا عشان تختم البرنامج. لا مش هتعمل هنا اللي على البوليس. ما تفهمون ايه الموضوع؟ بوليس؟ ليه؟ سرق منك ايه؟ سرق اغلى حاجة عندي. ما تفهمون ايه هو الموضوع؟ تعال يا حب الرمان، تعال انا هقفل البرنامج انا. والبلياتشو يلا يا واد. ده البلياتشو يلا يا واد. والبلياتشو يلا نقفل البرنامج. ممكن افهم بتتجسسوا علينا ليه؟ لان انا جوزك وهي مرات ابوك. انا ما اعرفكش، مفيش اي حاجه بيني وبينك. يا سلام، وال5000 جنيه شوف مين خدهم منك. ابوك. انا مش مسؤول عن غلطته. كده يعني مؤامر نصب احتيال؟ لا ده انا خرشن. في ايه اخش بيه؟ بنتك يا استاذ. في ايه يا فتحية؟ اساله. انت واقف كده ليه؟ اتفضل وقفت على البرنامج. الو ما تجيش من هنا، ده في بيني وبينه حساب. معلش الحساب بعدين نسوي بعدين. اتفضل انت واقف كده ليه؟ وتاني اتفضل كده ليه؟ وتاني اخرج. استنى اسألها يا استاذ، اسألها ايه اللي بينها وبين الصعلوك الهرجوز ده؟ ايه؟ معلش بس هدي اعصابك، كل حاجة هتتسوى يا خرش بيه. هدي اعصابك، كل حاجة هتتسوى. ايه اللي هتتسوى؟ روح انت دلوقتي. في ايه بيه؟ اسألها ايه اللي بينها بقول لك وبين الصعلوك الهرجوز ده؟ كل السيرك عارف، وانا اخر واحد يعرف. ايه الزوج اخر من يعلم؟ زوج ايه يا بيه؟ ما تحسن ملفظك وتتكلم عادل. تفهم معاها انت ياب. معلش هدي اعصابك، هدي اعصابك. معلش اديلها فرصه شويه، مفيش حاجه. هدي اعصابك. ايه مالك؟ في ايه؟ ايه؟ انا شفتها انا ومراتك في موقف حب وغرام. مع مين؟ مع البلياتشو. وي وي وي
ما بيكشو؟ ايوه ما بيكش. يا راجل مش معقول، ده راجل منظور ابوها عيب، ما تقولش الكلام ده. بقول لك سمعتها بوداني وشفتها بعيني. لا لا مش ممكن يا راجل، ده بس بتعطف عليه من يوم ما جه هنا. ده كلام برضو، ده كلام يخش البيت. على كل حال انا مبسوط منك قوي انك بتغير عليها، دليل انك بتحبها حب كبير يا نمس. حب كبير حب صغير، لازم الليله دي تكون مراتي. حاضر، ليك كل ما تطلب يا فندم. يا اصدقاء. يا سعيد. ليس هناك اصدقاء. سعيد روح يا ابني هات المأذون علشان حنكتب كتاب خرش تبيع على فتحية دينا. خد العربية بتاعتي، السواق عارف طريق المأذون بسرعة من فضلك. وماله؟ حاضر، هروح أجيب المأذون. هروح يا مأذون. ليس هناك مأذين. دي ايه ده؟ ايه بعت واحد غير المجنون ده؟ معلش مفيش حاجة، المأذون هيجي وحنكتب كتاب وكل حاجة، واطمن يا فندم. يا زعزوع أنا بقالي 30 يوم عمال حايل ودادي ومفيش فايدة. احنا ما قلناش حاجة، ما هي بس قلت لك هدي أعصابك شوية، هتتجوزها يعني هتتجوزها، فيها إيه دي؟ اتفضل أنت بس، اتفضل أنت روح كده علشان تهديها، اتفضل أنت. حاضر. اتفضل. حاضر يا عم. حاضر. هتقولوا ينسون يا أولاد. عمي تفضل يا عمك. اسمع اسمع، انا حذرتك الجوازه دي مستحيل تتم. معلش مستحيل تتم. نصب عني، ما انا لازم اعمل كده، يتجوزوا يومين ثلاثة وبعد كده يبقوا طلقوا. ليه؟ عشان هكذا 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. وذنبها ايه؟ ذنبها ايه المسكينه دي عشان تعمل ده كله على حسابها؟ حسابها هي لوحدها. انت عارف، بس انت عارف ان احنا صرفنا على السرك، ما فاضلش دلوقتي الا بتاع 300 400 جنيه، جبنا خيول وعربيات وفلوسكم. هعمل ايه بس يا اخي؟ يعني مصمم؟ مصمم هعمل ايه غصب عني؟ او يومين ثلاثه وبعدين تطلقوا. بقول لك ايه، روح هات المأذون. شوف حد غيري. معلش روح هات المأذون، انا هشوف حد غيري. حد غيري. مع انها فؤادي وانا فؤادي، لاني عايش بقلبها، عايش بحب ليها. قالوا عنها بتحب البلياتشو، انا كمان حبيته. قالوا بتكره الشيء اللي اسمه خرش، انا كمان كرهته. احب اللي تحبه واكره اللي تكرهه، لكن لو فرضوه عليها هقتلهم، هقتلهم كلهم. ولو هي رضيت هتكون هي اولهم، هي اولهم. اديك شفتها قد ايه فرحانه ومبسوطه واقفه تتفرج عليه وهو بيتشقلب وبينضرب على قفاه. معلش سيبك منه دلوقتي، المهم ان احنا بعتنا عشان هنجيب المأذون، المهم بقى انك انت تبل فيها كده شويه عشان نكتب كتاب ونخلص. نعم. والبلياتش؟ بلياتشو ايه وبتاع ايه وهتقولي البلياتشو؟ انت مش كل همك يا سونيا يا حبيبتي انك انت تبقى النجمه الاولى بعد ما تمشي هي. طول عمرك مدلعها ومرحها لما ركبتها فوق اكتافنا كلنا. ما هي بنتي برضه يا سونيا، انت عارفه انا تعبت فيها قد ايه. انا يعني ما صرفتش عليها اكتر من 5000 جنيه. كنت ما كل اشوف بصتك ليها ولهفتك عليها اقول في عقلي بالي مش ممكن تكون بنته، يبقى الاشاعات صح زي ما بتقول. ايه ده؟ حرام عليك يا سونيا. مش كده؟ لا حرام عليك يا سونيا. حرمت عليها عشتها، هتبعد عني وحروق وهنتهي من كل حاجه. يا حبيبتي يا سونيا، انا ماليش الا انت يا حبيبتي، يا نجمه السيرك الاولى. روحي بقى قبل فيها كده بكلمتين. حاضر، بس الاول هقف جنبك. ايوه. ولو اني يا زقزوق يعني ما نبنيش غير 100 جنيه من 5000 اهيب. انت يا حبيبتي. انت حبيبتي يا حبيبتي انت. اسمع. نعم. ما تخليش البلياتشو يحضر كتب الكتاب. حاضر. بعد ما يشطب البرنامج خليه يمشي. حاضر. يروح يبات في اي لوكاندا. يغور. وان ما كانش معاه فلوس اديله. من عينيا الاثنين في 60 داهية. نعم. حاضر. اي 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 اي
كريم كريم اسمعي يا ست سوني اسمعي الواد ده بيقول كلام غريب قال البنيات في اول يوم يجي فيه اداله جنيه بقشيش يا ست سوني والست توحى لو الدرع وخدته مني غير كده انه بيقول انه كان جاي لابس بدله شيك ومعاه واحد بيه البيت ده ربع جنيه وقال لي دخل واحد شايل البيل للبيل متعهد ومشي والبيع عشانك هو اللي قال البيع عشانك والبيل متعهد يا ست سونيا هو البلياتشو انا بقى الصراحه بقى اتمخولت وعقلي تاه في الجنيه اللي هو اداهولي لكن بقيت الاحظ يا ست سونيا ان البيه بتاع الشاي بيجي ليلات يقابل البلياتشو عندي في البوفيه ما هو بقبط هدومه عندي في البوفيه ما قلتلناش ليه ما قلتلناش ليه ما انا قلت في عقلي بالي يمكن بينهم وبين بعض اسرار لا يا شيخ عقلي بالك قالك ولا كانوا بيدوه يلا هات هدوم البليات امشي هات هدوم البليات يلا هات هدوم البليات يلا يلا يا حب الرمان يلا روح قدامي قدامي هات معاه هدوم البليات انا كلامي ما ينزلش الارض ونظرتي دايما في محلها ايه يا شونا في ايه بس ايه في ايه يا حسفن ايه في ايه البلياتشو ماله البلياتشو بيشتغل جاسوس علينا شيخ جاسوس ايه بس احنا في معمل ذره ولا في معمل ذره كل يوم بالليل بيجي له واحد هنا ليلاتي ليلاتي احمد احمد هو ده هو ده هو ده البيت تعالوا سمعت كلام خطير عن سلسلة ذهب ذهب وفيها صورة عيلة صغيرة مش كده يا ود باب مش صورة عيلة صغيرة ود ولا بيت بيت متهيألي لابسة حلقة هي بيت طيب ادي حاجة يا نهار ودي سلسلة مفاتيح فيها مصحف ذهب ذهب كله ذهب كله ذهب ادي هدوم البليات يمكن يا ست سونيا يمكن جوهرج وعنده مصنع ذهب ولا حاجه ايه ده دي هدوم واحد فقير ده صوف زي صوف ستيه يا اخوانا نشوف ما لحقتوش كان فيه عربيه مستنياه خدها وطار كمان عربيه لا ده بقى يبقى عامل عامله وهرب ايوه نشوف بقى هدومه يمكن نلاقي ورق ولا حاجه نعرفه ده مين قلبه مفيش حاجه هات ده مش حته اسمعوا نعم روحوا وراه حاضر افتي جبوها على طول اوعى حد يكشف سركوا حاضر اوعى على حسن هي كمان لو عرفت هتهرب زي عوايدها فاهمين حاضر. وراه يا حب رمان اوعى يفلت منك يفلت ازاي هو ليه العيال ده انا همسكه من رقبته مش هخليه يعرف يفلفص قدامي يفلفص قدامي قدامي يا ولد وانت يا سوني نعم روحي هاتيالي كده بصنعة لطافة ما تخليهاش تفهم اي حاجه اعملي معروف لا تهرب رخرة زي عوايدها طيب يلا انا ماليش دعوه انا هقول لها كلمي ابوكي وبس طيب بس يومك قرب يا بلياتشو سامع يابا الجمهور مبسوط قوي بالبلياتشو النهارده انا كنت عايزك في موضوع خطير يا فتحي ريح نفسك يابا مش هتجوز خرشة بيه ما انا عايزة تتجوزي مين يا بنتي ومين قالك بس ان انا عايزة اتجوز يا بنتي والجواز ماله ده انت حلوة وأمورة وجميلة وكل واحد يتمناكي انا مش فاهمة بس انتوا ليه عايزين تتخلصوا مني احنا مين يا بنتي
انت وخالتي سونيا. ايه المانع انك انت تتجوزي خرشد النهارده وتطلق بعد يومين ثلاثه؟ ده كلام برضو يابا. انت عارفه يا بنتي ان ال5000 جنيه ضاعوا مني. اعمل لي معروف علشان خاطري، مش عايز اضحي علشان خاطر ابوك برضو. يابا اضحي؟ يابا اضحي بتعبي وشقايا ما عنديش مانع، لكن بكرامتي وشرفي لا، مستحيل. مستحيل؟ مستحيل يعني ايه؟ يعني ما اقدرش لا اضحي بكرامتي ولا بشرفي. شرفك وكرامتك لناس وناس لا. بتقول ايه يابا؟ قصدك ايه؟ ايه اللي بينك وبين البلياتشو؟ لا يابا ما تصدقش خالتي سونيا ولا كلام خرشت بيه. البلياتشو بيعاملني زي ابويا تمام. انا اللي ابوكي، انا اللي عاملك بعطف وحنان، انا اللي عاملك بعطف وحنان. وفي ناس تانية يابا بتعاملني بعطف وحنان برضه. مين اللي خلى البلياتشو يبوسك؟ مين؟ انطقي. مين اللي قواك عليا؟ انطقي. مين اللي قواك عليا؟ انطقي. الحق يابا، الحق اللي ليا عندك ومش طايلاه. ده انا اللي اسم ابوكي كنت لما احط ايدي عليكي ايديا تترعش من الخوف. ليه كده؟ ليه كده يا فتحيه؟ ليه كده يا فتحيه؟ لاني عشت طول عمري في نكد. انت غاوي نكد ليه يا بنتي؟ انت غاوي نكد ليه بس؟ لاني فتحت عيني على البهدله والمرمطه في كل بلد شويه، وداني ما سمعتش غير اصوات الوحوش واصوات الكرباج كده. طب انا هطلع الدنيا على دماغك ودماغي بلادك. فاهمه فتحية؟ سعيد دخل لي قدام الجمهور وانا مشتغل وقال لي اهرب بجلدك قبل ما اشعل الفتيل. فتيل ايه اللي هيشعله؟ اسمعي يا فتحية، انا مش ههرب لكن هستخبى مؤقتا لحد احسن الحالة جيم زي ما قال سعيد. اوعى كده يا ولبار، انا كل يوم بنخش نسلم عليها. قال ايه اللي ممنوع الدخول؟ هنخش يعني هنخش؟ لا قال لك انا كل يوم بنخش نسلم عليها جوه. في ايه الحكايه؟ انت منعيني النهارده ليه؟ كويس خالص الحكايه دي. اوعى يا شيخ. لا تعالى يا عم مرجان. فتحيه ازيك يا ست الكل؟ ست سونيا مش عارفاني ولا ايه؟ هو في حد في السيرك كله ما يعرفكش يا عم مرجان؟ قال لا. امال ليه مش عايزنا نخش؟ صراحة أنا نفسي بقيتش عارفة أنت ليه مهتم بيا الاهتمام ده كله. هاي واي علشان أنت ست الكل. لو أنا ست الكل فعلا كنت بقيت حر، لكن أديك شايف. اسمع، الإنسان يكون حر يموت أحسن. أنت حر على كيفك مادام بتعمل الواجب اللي عليك. وأكتر يا عم مرجان وأكتر. خلاص يبقى مفيش حد له عندك تلت التلاتة كم؟ يا ريت. دول عايزين ياخدوا مني كل حاجة. يعني ايه؟ عايزين يجوزوني خرشت بيه وانا ما بحبوش. يا خبر تكنيكالر. اسمع فتحية بنت الناس، انت كنت سألتيني ليه انا مهتم بيك الاهتمام ده كله. دلوقتي لازم نقول لك قبل ما يفوت الوقت. بتحبني انت كمان يا عم مرجان؟ ابوك يا باشا. هو احنا بنحبك وبس؟ ده انا بنحبك وبنحب ابوك كمان. ابويا؟ ايوه. انت اول واحد اسمع منه الكلام ده. اسمع فتحيه بنت الناس، انا اقول لك على سر. انا اتعرفت على بهجه بيه من 7 سنين في فيينا. قال لي مرجان انا مصري وانت مصري، تشتغل معايا؟ قلت له بالفم المليان بشرط اكون حر. ايوه نعمل الواجب اللي عليا وناخد حق بالمظبوط. اوكي. جه في يوم قال لي مرجان انا مسافر، نروح نشوف بنتي. أصله هاجر من بلده بقاله 18 سنه وساب بنت صغير لسه بيرضع البز. قامت الحرب،
اتشغل بالدنيا، حصل كركبة في البلد، راح البتة في الزحمة. لكن قاله واحد تيليكس من واحد صاحبه، قال له البت موجود. قال لي مرجان افندم سعدت البيت تحت امرك بشرط. ضحك كده وقال لي تعمل الواجب اللي عليك تاخد حقك بالمزبوط. اوكي اوكي. جينا اجرنا الفيلا اللي جنب السيرك دي علشان يقدر يشوف بنتي ويقول لها انا ابوكي. قلت له سعدت البيت صدرنا الموضوع دي ومالكش دعوه بالموضوع دي بتات. بص لي كده وقال لي مرجان انت عليك كل يوم تروح تودي له الورده دي وما تفتحش بقك خالص. اوكي اوكي. غريبه. ايه امال ليه كنت بتجيب لنا الورده دي؟ علشان انت. علشان انت. انا ايه يا عم مرجان؟ ايوه علشان انت. اقول لك ايه بس. أنا إيه؟ انت إيه؟ انت إيه؟ انت ولا انت ايش داري؟ ايه في اخير؟ ايه يا محترم؟ كفايه بقى، كفايه اعجاب. اللي زيك ناموا من بدري يا حبيبي. مش انت الورده البيضة؟ حسن. ورده الحب صافي. أيوة. مع السلامه يا اخوي. نسلم. مع السلامه. طب بس كفايه اعجاب. نسلم عليها. اتفضل بقى. الا نسلم عليها. اتفضل. اوكي انت انت ولا انت. سلام عليك. واش تعال قول لي ايه؟ انت جيت السيرك ازاي وندسيت فيه ليه؟ وانت مالك؟ لا انت من السيرك ولا تفهم في العاب السيرك. لكن اشتريت اكبر لعبه في السيرك، احلى لعبه واخطر لعبه. ملهاش فايده ليك لانك جاهل. انا جاهل ما تفهمش فيها. جاهل انا؟ اخرس بس. كفايه خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه سعيد؟ يا مجنون ده؟ ارمي البندقية سعيد. ارمي المسدس. ارمي المسدس. ايه في ايه يا سعيد؟ اثبت. اثبت لما تسمع الجواب. اسمع اسمع سعيد. سعيد سؤال. سؤال من فضلك يا سعيد. زين. ايه؟ زين. هل يصح إن السليم يركب الأعرج ويقول له شيء؟ إيه؟ ما يصحش. اسكت أنت. إيه؟ سؤال ليهم مش ليك أنت. سين. إيه؟ يعني أنا أمشي أنا بقى سعيد؟ اثبت 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 واسمع واشهد. سين، هل يصح إن القوي ما يصدق إله الضعيف ويقول له تعالى ما جرب فيك عضلاتي؟ ها؟ اثبت. هل يصح ان البلياتشو يبقى الله يرحمه لو وقع في حارة مهرجين؟ هل يصح ان الورد والحب والاعجاب يموت تحت نعال المجرمين؟ هل يصح؟ اسمع انت عايز ناس تقدر فنك وتحس باحساسك، هفرغ الرصاص كله في قلبك لو ما هربتش بسرعه الصوت والضوء. يا اخي قول كده بالصوت وقعت قلبي. بتضحك يا سعيد يا مجنون؟ بتضحك ايه يا سعيد؟ ايه يا سعيد؟ بتضحك عليا يا مجنون؟ نفد جلده قبل ما اشعل الفتيل. ها؟ فتيل ايه بس يا اخطاي؟ روشتنا. يا سيدة الله. اسحبكوا كلكوا على قفص الاسود، وحاجة من الاتنين، لا الوحوش تاكلكم يا انتوا تاكلوا الوحوش. بتضحك يا مجنون؟ لسه بتضحك يا دكتور. اليوم اللي يضيع من عمر الانسان هو اليوم اللي ما يضحكش فيه. انا شلت الرصاص الحقيقي وحطيت في شنك. ابقى انا المجنون ولا انتوا المجانين؟ سيبوه تحسبوا بعدين. خليه هيروح فين؟ يلا
يلا على هرب هرب يا أصدقاء. لا نوجد أصدقاء. انديويو روحانينا انديويو مين استر يا اللي بتستر فين من الأوضة بتاع أحسن لك يا حرامي بنقول لك اطلع مفيش عندك لا باب ولا شباك علشان تهرب منه يا حرامي طب بقول لك ايه هنعمل واحد اتفاق جنتلمان نعد من واحد لغاية ثلاثة إن ما كنتش اطلع هنضرب بالنار على طول واحد اتنين هنقول اتنين ونص ايه عامل تناش ما بتردش خلاص تلاتة اوبن فاير يابا ادي طيب بسم الله الرحمن الرحيم ايه الرموها دي جت منين انا فتحية عمي مرجان فتحية انت جيتي منين يا ستك كل وجيت ازاي انا وقعت من السماء وانت استلقيتني عمي مرجان واي طب افرض بقى ان انت كان نومي تقيل وقعت من السماء وما حسيتش بيك كنت وقعت بقى على جذور رقبتك ولا حدش استلقاك ايه في ايه بتدور على ايه هو في ايه يا ولد هو سعاده البيبي كاتبيه مش موجود وبتسال ليه افريد اصل مش عايزاه يشوفني لحسن يرجعني للسيرك تاني ده ما حيصدق يشوفك ويطير من الفرح عم مرجان يا نعم اعمل معروف ايوه بلاش تخليه يشوفني خليه عندك لغايه الصبح واول نهار ما حيطلع هاخد اول قطر سكه حديد واهرب من هنا ده كلام انت مجنون انت كنت عايزه اخليه يخرب بيتي يبقى نهار مش فايد اصلهم عاوزين يجوزوني خرشه بيت وانا ما بحبوش يا خبر ابيض يا ست كل انت هنا عند ابوك وفي بيت ابوك كتر خيرك يا عم مرجان ده عشم فيك برضه هو انا لو ما كنتش عارفه انك زي ابويا كنت فكرت اهرب منهم واجيلك يا ستك كل انا مش زي ابوكي ابوكي دي حاجه تاني خالص جرى ايه يا عم مرجان ايه هتخيب امل فيك ليه بس لا 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 ستك كل انا مش خرش بيه ده انا مرجان يعني ما انتش عايز تخليني لغايه الصبح للصبح للظهر للسنه الجايه العمر كله ماشي مش فاهمه انت عايز تقول ايه انا كمان مش فاهم انا في الاول كنت فاهم ان انت فاهم طلعت ان انت كمان مش فاهم يا عم مرجان انا هربت منهم عشان بيموتوا ببعض ولو كنت استمرت في وسطهم كانوا هيموتوني اسمع فتحية بنت الناس انت هتقعد هنا على طول واللي يرشك بالمية هرشه بالدم اقعد هنا على طول ايوه يعني
هتكلم سعادة البيه بهجت بيه يشوف لي شغلانة. شوف القبيد دي كمان شغلانة ايه؟ انا في الاول كنت فاهم ان انت فاهم، طلعت ان انت كمان مش فاهم. طب ما تفهمني يا عم مرجان. ايوة كده اقعدي بقى نفهمك سجا سجا ستيب باي ستيب. شوف بقى يا فتحية بنت الناس، كان في واحد اتفاق جنتلمان كلمة شرب بينه وبين بهجت بيه ان انا كل يوم نوديك نروح لك السيرك ونديك الوردة البيضة دي اللي كان بيبوسها بقلبه وعطفه وحنانه بشرط ما افتحش بقي بالسر بتاعته. قصدك ايه يا عم مرجان؟ قصدك سعادة البيه بهجت بيه؟ تمام. بيحبني؟ هو بيحبك وبس، ده ما بينامش الليل علشانك. والدليل على كده تقدر تقولي له هو فين دلوقت؟ فين يا عمو برجان؟ يا ولد تلاقيه على البحر بيعد النجوم يا ولده. وما قلتليش ليه يا عمو برجان ان الورده اللي تدهاني كل يوم دي من سعاده البيه بهجت بيه؟ مش قلتلك ان كان في واحد اتفاق انت الماء؟ وعلى كل حال انا الليله دي كنت خلاص هنقول السر كان على الترتوفه بتاع لسان، لولا دخل عليا اللي اسمه شكشوك دي وبوظ عليا الدنيا. وشكله ايه بهجت بيه ده؟ كبير ولا صغير؟ طويل ولا قصير؟ يا ولد على كل حال ما تسربعش نفسك، تعالي نوريك صوره من صور علشان لما تعرفيه تاخديه بالحضن على طول. يلا بينا. لا ده احنا ليتنا نقف ونهارنا نادي. يلا بينا يا عم. ادي له ميه اطلع انت وانا نقفل الباب ونيجي وراك على طول. طب يلا بينا يا عم ورجان. جاست مني انا ايتاو غالطا يعني لو كنت دخلت عليهم كمتعاهد حفلات مش كان احسن من المرمطه دي؟ انا مش قادر افهم انت ازاي استحملت ده كله. وطي صوتك لمرجان يصحى. يصحى ايه؟ ما كل يوم بيتفرج عليك وانت وسط المهرجين بتنضرب، وانا نفسي كنت بشوفه بعينه وهو بيسقف لك ويضحك عليك. لو كان عرف كان ارتكب معاهم جريمه. المهم دلوقتي يا صلاح. ايوه انا مش هرجع هناك تاني. الحل الوحيد انك تبلغ البوليس، تاخد بنتك بالقوة بالقانون، ارفع قضية وراح نفسك. لا 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 يا صلاح، انا لازم اخدها بالحب بالحنان. دي ما كانتش تعرفني، عمرها ما شافتني لو انا بلياتشو، حست بيا من اول نظرة وساعدتني وقفت جنبي. يعني تجربتي كانت ناجحة، وعلشان كده لازم تكمل بإن زقزوق يعترف لها إنها مش بنته. بس ده مش سهل يا بهجت بيه. لا سهل جدا لو قدرنا نجيب الست العجوزة اللي سلمت فتحية لزقزوق. ما أنت شفتها يا بهجت بيه، ده عمرها فوق 90. كمل معايا المشوار يا صلاح، أرجوك خد عربيته وروحاتها حالا. أنا من يوم ما بعت لك التلغراف وقلت لك بنتك موجودة وأنا ما شفتش يوم راحة يا بهجت بيه. علشان خاطري يا صلاح، مفيش مستند يثبت ان فتحية بنتي غير الست العجوزة دي. هي اسمها ايه؟ اسمها ام الخير. لا لا كعب الخير. ايوه كعب الخير. طيب علشان خاطر يا صلاح، انا عارف ان ده مش شغلك كمدير اعمالي، انما علشان خاطر تروح تجيبها حالا. روح هات كعب الخير بسرعة. حاضر حاضر يا بهجت بيه. ايه ده؟ ايوه فين؟ انت لسه صاحي يا مرجان؟ ايوه بص تعالى معايا بيه. بص ايه ايه في ايه؟ شش وطي صوتك. ايه في ايه؟ ستك كل نايم فوق. ست الكل؟ ايوه. مين ست الكل دي؟ فتحية. ايه؟ انت قلت لها؟ لا يا بيه ولا فتحتش بقي بالسر بتاعتك.
الأمال جت هنا ازاي؟ لوحده بنفسه، أصل هربان منهم. وإيه اللي خلاها تجيلك أنت بالذات؟ أصل مؤمن وقلب المؤمن دليله. تعال لما نحكي لك أبي، اقعد الأول واستريح. إيه؟ أصل هربان منهم، قالت لي شكله إيه بحجت بيدي؟ طويل ولا رفيع؟ تخين ولا قصير؟ شاب ولا عجوز؟ قلت له صبرك بالله، نجيب لك صورة من صوره علشان لما تشوفه تاخده بالحضن على طول. قعدنا ندور على صورة لسعادتك، شيل من هنا، حط هنا، افتح الدرج من هنا، ما لقيناش. عقبال ما دورنا على الباسبور بتاعك كراح في النوم. يعني ما شافتش صورتي؟ بنقول لسعادتك راح في النوم، مسكين من كتر التعب والركسة على الحصان راح في سابع النوم. يعني لسه ما تعرفش لحد دلوقتي ان بهجت بيه بتاعك ده يبقى هو البلياتشو؟ بلياتشو؟ ازاي دي؟ ايوه يا مرجان، ما احنا من ساعة ما رجعنا من السفر وانا بشتغل في السيرك. واي تشتغل ايه في السيرك يا بيه؟ بلياتشو برضو مش فاهم. مش فاهم ازاي؟ بقول لك بشتغل بلياتشو. ما انتش فاهم بلياتشو يعني ايه؟ ما انتش فاكر البلياتشو اللي كان بيتشقلب في وسط المهرجين؟ ايوه ده انا حتى كنت مبسوط منه خالص. ما انتش فاكر لما كان بيتطوح زي السكران من كتر الضل؟ ايوه وكنت بسجفه كمان. اهو انا بقى يا مرجان البلياتشو يا ابن الافريتا. لا مؤاخذه بيه، بس لكن ازاي دي؟ كنت عايز قبل ما اعرفها اني ابوها ايوه اتعرف عليها، اقرب منها علشان تفهمني. بس يعني ما كانش في شغلانه غير حكايه البلياتشو دي؟ بعجب بيه يتضرب كل يوم على جفاه وبالشلوت كمان. لو كنت انا اعرف يا مرجان. الضرب كان بيريحني، كنت حاسس ان مذنب غلطان في حقها، كنت ببقى في منتهى السعادة لما تقعد جنبي وتمسح دموعي وتواسيني. يا خبر أبيض، دموع كمان؟ يعني سعادتك ساعتها كنت بتعيط؟ يا خبر أبيض، لو كنت نعرف. اسمع يا مرجان. نعم أفضل. هي جت هنا علشان تقابلك. بس أنا قلت لها أن أنت إيه؟ قلت لها ان انا ابوها؟ لا انا ما فتحتش بوق بالسر بتاعتك. انا قلت لها ان حضرتك يعني ما بتنامش الليل علشانها، بتهدي النجوم علشانها، بس ما كنتش اعرف ان انت يعني بتشتغل بلياتشو علشانها وتضرب على قلم بالجفاك وبالشلوت علشانها. اسمع يا مرجان. نعم. على كل حال دلوقتي تفهم كل حاجه. طيب. روح انت وانا هتصرف معاه. حاضر. تحب نعمل سعادتك واحد قهوه؟ لا مش ضروري. حاضر. السلام عليكم. انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفت ان انا هنا ازاي؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اصل دي بقى البدله اللي كنت مأجرها علشان اقابل بيها ابوك. ايه اللي عرفك ان انا هنا؟ لاني مؤمن وقلب المؤمن دليله. افرض ان سعاده البيه بهجت بيه شافك، هتبقى مصيبه. مين بقى سعاده البيه بهجت بيه ده؟ صاحب الفيلا دي اللي بيشتغل فيها مرجان. ما تخافيش، صاحب الفيلا دي بقى يبقى صاحبي. يا سلام، ده مليونير. طب وجاله هنا بقى ليه المليونير ده؟ لما هربت منهم ما عرفتش اروح فين، فكرت في عم مرجان، قلت ما فيش غيره يرضى يخليني عنده لغايه النهار ما يطلع. طيب او النهار طلع
هتعملي ايه بقى؟ هتفضلي هنا مع سعاده المليونير؟ لا طبعا همشي بلاد الله الخلق الله. و هتسيبيني لوحدي يا فتحيه؟ تعال معايا يا بلياتشو، تعال معايا. اصل ابويا مش هيرضى يسيبنا الشغل في اي سيرك تاني. طيب ايه رايك بقى نجيب بيها نولا ونسرح بيها سوا؟ يا ريت. بس هنجيب تمنها منين؟ ايه هيكون تمنها ايه يعني؟ مليون جنيه؟ انا عندي 2 مليون جنيه. بلياتشو ايه؟ صدقيني يا فتحية، صدقيني انا املك 2 مليون جنيه. طب يلا يلا إيه؟ يلا بينا إيه؟ يلا قبل ما صاحب البيت ايه بس استني استني بس يا فتحية استني بس يا كسبتي صاحب البيت جه اهو. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش، اطلعي انت فوق اطلعي انت فوق. ده العزيزي فوق بعضه من غير حد ولا ايه؟ قول لي ما انا وقعش الله يا ما انا اوقعك كده. ايه البلاوي دي على الصبح؟ ايه دي بلاوي صحيح؟ ايه الله ده حستور ولا دستور كده؟ البلياتشو؟ ايوه البلياتشو. اي خدمه؟ زقزوق راح يجيب البوليس عشان يقبض عليك، المره دي اهلها هم اللي بلغوا عنك. بتهمه ايه؟ بتهمه خطف بنتهم فتحيه. هو ما خطفهاش، هو جه هنا لوحده بنفسه برجليها، ثم كمان دي برجان. ما هو مش كده بقى يا فندم، ما لازم يعرفوا الحقيقه عشان كل واحد يلزم حده. الحقيقه اللي انا عايز اعرفها ايوه ان حضرتك بتيجي السيرك كل ليله ومعاك ورده، ايه الصله اللي بينك وبين البلياتشو؟ انت مالك انت؟ انت وكيل نيابه ليه؟ لا انا وكيل الغلابه بتوع السيرك. انت اللي وكيلهم يعني؟ جاوب على سؤالي، ايه الصله اللي بينك وبينه؟ هلا هو بهجت بيه المانونير وانا مرجان السفرجي المصري اللي بنشتغل عنده، عرفت بقى الحقيقه؟ كده احسن من اللف والدوران. انا كنت واثق ان وراك سر خطير لكن ما كنتش قادر امسك الدليل. خلاص مسكت الدليل. اسمع نعم. روح انت دلوقتي وسيبنا لوحدنا. حاضر يا فندم. حضرتك كنت بتعمل المغامره ديت عشان تنافسني في حبها. منافسة شريفة. عظيم جدا. أنا دفعت فيها 5000 جنيه. ممكن حضرتك تزود؟ 10,000 جنيه. 15,000. 20,000 جنيه. كفاية كفاية. على ايه ده كله؟ هو أنا التحفة ملهاش مثيل؟ ولا أنا لوحة رسمها فنان كبير؟ ده أنا أفكاري وعاطفي مشلول، تربيت تربية فقيري كلها هوس وجنون، وانتوا بهوات كبار في كل حتة حكسفكم وخلي العرق يشر من جبينكم. ده أنا يدوب بعرف أفك الخط، ومعرفش بقى معرفش إذا كنتوا هتقدروا تجيبولي مدرسين واتعلم عربي وانجليزي وبقى شوية بروباجاندا وبقى زي الهوانم بتوع المجتمع الهار. أنا ممكن أتكلم، ممكن أتكلم زي أجدع هان وأقول لك دي اسمها باردون شيري، لكن لو حد نرفزني حال عن سنسفينه. طبع يغلب التطبع يا بهوات، ما تبلغوش في التقدير، اللي حيرسى عليه المزاد صدقوني هيندم، صدقوني هيندم. سعادة بهجت بيه أنا متنازل عنها على شرط تدفع لي 5,000 جنيه اللي أبوها أخدهم مني. فتحية فتحية أنت غلطان، فهمك غلط. الإنسان بيملك أسباب تعاسته تمام زي ما بيملك أسباب سعادته. الإنسان، لكن أنا لا، لأني ما أعرفش الخير من الشر، ما أعرفش أحب مين وأكره مين.
لأنك عشت طول عمرك جوه السيرك منعزلة عن الناس، لكن لما تندمج معاهم في الحياة هيوفروا لك السعادة، كل السعادة. ازاي اندمج معاهم؟ ازاي وانا ليا لغة لوحدي ما بيفهمهاش غير ابا زقزوق وخالت سونيا وسعيد واحمد وحصان. فتحية، انا ابوك يا فتحية. ايوه انا ابوك. انت؟ ايوه ساعات البيه بهجت بيه البلياتشو. انا برضو كنت بسمع طرفيش كلام كده ان بابا زقزوق ما هوش ابوي. هو صحيح مش ابويا؟ انا ابوك يا فتحية، انا ابوك صدقيني. انت ابويا. ايوه انت ابويا، وابا زقزوق مش ابويا، وحاجه تلخبط اللي ما يتلخبطش. هو ما انت ابويا؟ كنت فين السنين دي كلها؟ سبتني ورحت فين؟ امتى اتكلم؟ كنت فين؟ اتكلم. لا كذب، انت مش ابويا. لا مش ممكن تكون ابويا، وحتى لو كنت ابويا مش عايز اعرفك. فتحية، هو ده الموقف اللي كنت خايف منه؟ سبتني ورحت فين؟ هو ده السؤال اللي كنت عامل حسابه؟ حاولت اجهز له رد معرفتش. لو كنت ابويا صحيح قول لي امي فين. انا سبتها وهي حامل فيكي في الشهور الاخيره وسافرت، ولما قامت الحرب بعتولي قالوا لي البقيه في حياتك، الاسره كلها راحت. حطيت همي في الشغل، جمعت فلوس كتير ملهاش اي قيمه، لا بنت ولا ولد. لكن فجاه صاحبي بعت لي جواب وقال لي بنتك عايشه. كنت خطير من الفرح، رجعت بسرعه علشان اشوفك وعلشان تتعودي عليا. قررت اني اشتغل في السيرك علشان اقرب منك وتعرفيني وتفهميني. امي عايشه، روح قابلها. لا، هي في كفر سلام نواحي بورسعيد، روح قابلها. لا لا يا فتحية، لا، كعب الخير مش امك، انا قابلتها قبل ما اجي. على كل حال هي هتيجي علشان تقول الحقيقه دي قدامك وقدام زقزوق. شيء غريب، هو انا ماليش شهاده ميلاد مكتوبه باسم زقزوق؟ هبقى بنته. لا لا يا فتحية، لا، هو لما هيجي هيعترف بالحقيقه دي لما يواجه كعب الخير. ايه هو مين دي؟ ايه الحكايه؟ ايه دي؟ استنى انت، ممكن نتفاهم يا بهجت بيه؟ انا مش مصدق عيني، البلياتشو هو بهجت بيه؟ أبو زقزوق بيقول إني أنا مش بنتك. الكلام ده صح يابا؟ أنت اتكلم يابا، قولي له يا خالتي سونيا يقول أنا بنت مين فيهم. هو حر يا حبيبتي، يتكلم ولا ما يتكلمش. أنت جنسيتك إيه؟ وانحدفت علينا منين؟ مصر الجنسية، واتحدفت عليك من عند كعب الخير. كعب الخير؟ هي لسه عايشة؟ وصاحبي راح يجيبها من عند ابن سلام نواحي بورسعيد. مدام فيها كعب الخير يبقى تمام. تمام يابا. ايوه، ابوكي اسمه بهجت حسن. لا
لكن يا ترى هو ده بهجت بيه حسني بياتشو؟ وايه السبب اللي هيخليه يعمل نفسه بهجت حسني؟ نفس السبب اللي خلاه يعمل نفسه بياتشو. انا ما كنتش مصدق نفسي، خفت من ساعة ما شفت الصورة اللي في الميدالية بتاع البنت الصغيرة، لكن قلت ايه اللي هيخلي اب يسيب بنته 18 سنة؟ لكن قلت في عقل بالي حتى لو كان ابوها اهو بيشتغل معانا، لو عمل اي حركة مش هيفلت من ايدي، وده السبب اللي قلت لكم امسكوه، لكن هرب قبل ما اتأكد من شخصيته واعرف هو مين. وديك عرفت ايه طلباتك، قولها قدام الناس بتوعك وانا مستعد ادفع لك كل حقوقك. سونيا حب رمان، ايه رايكم؟ دي بنتكم، لكم فيها اكتر مني، شلتوها سنين وسنين ولفيتوا بيها بلاد كتير. هنقول ايه؟ اهو سعدت البيه البلياتشو كله نظر، لو مسك ورقه وقلم وقدر هيعرف المطلوب. شيك اهو على بياض، المبلغ اللي هتقوليه هكتبه. اكتب كام؟ هتكتبه؟ تكتب كام؟ تكتب كام؟ اكتب يا سعاده البيه البلياتشو 5000. جرعيه يا ست سوني، انت جرى عقلك ايه؟ نكتب 5000 جنيه نديهم لخوش البيه ونطلع من المول البلوش؟ لا، ما هم دول غير دول، يعني الحسبه كلها يا سعاده البيه البلياتشو تبقى 10000. كتير يا بيه؟ 10000 جنيه وانا اللي هدفع فلوس خرشة بيه كمان. كده عال كده رضا. هي وانت قلت ايه؟ رايك كده ولا غير كده؟ في منتهى السعاده، في منتهى الفرح، كان نفسك تغمضي وتفتحي تشوفيها ثابت السيرك. بقت بيه ادي الشيء، بنتك عندك اتهنى بيها، بس بقى بس ما حد اشوف كل ما توحشت. ابا زقزوق العشره ما تقولش اللي على اولاد الحرام يا ابا. ابوك عندك اتهنى بو اتمتعي، ربنا يتاب عليكي فقري ومرضي وجهلي ومراتي. احسن تعال هدفع له فلوس، هلبي كل طلباته. الموقف كان صعب عليه عشره عمره، وخصوصا انه محروم من الاولاد. فتحية ايه رأيك في الفيلا دي؟ انا مأجرها لكن هشتريها علشان نبقى قريبين من السيرك. وديني في مكان بعيد بعيد خالص. ايه رأيك اشتري لك فيلا في القمر؟ ده انا عايزك تشتري لي القمر نفسه. القمر ما بينورش الا بالليل، لكن القمر اللي معايا بينور ليل نهار في كل وقت. سابوني ومشيوا. كنت فاكره انه هيزعل معاك ولا يتخانق معاك علشان عايز تاخدني منه. طول عمري وانا واخده قلم في نفسي، قال لي يعني انا بنت مهمه قوي. يوم عيد فكرت ان السيرك هيقفل، لكن بالعكس في اليوم ده اشتغل وجابوا اكبر ايراد. الطياره ما بتتعطلش لو واحد ما ركبش. وافرض ان هو اللي بيسوق الطياره يجي غيره
المهم ان الطيارة تواصل رحلتها. انت ركبت طيارات كتير وفاهم اللي فيها. وبعد كده مش هركبها ابدا الا وانت جنبي. يا اصدقائي لسه هناك اصدقائي. سعيد يا مدينة يا سعيد. سعيد ازيك يا سعيد؟ ازيك؟ شفت يا سعيد ابا الجديد اهو. ايه ده اسمه بابي مش ابا. اتفضل اتفضل استريح يا سعيد. طيب عن اذنكم شوي. ازيك يا سعيد عامل ايه؟ مش هنشرب حاجه؟ تحب تشرب ايه؟ مرجان؟ يا فندم تعال يا مرجان. ايوه هات للدكتور سعيد عصير. هات له لحمه. اجري عصير لحمه. لا لحمه بس. حاضر عصير لحمه. عصير لحمه. عماره من غير اساس تتهد فوق سكانها. عربيه من غير حمار تقعد في مكانها. طلقه طلقة من غير بندقية زي قلتها. جسم من غير رجلين ما يمشيش خطوتين. بنت من غير صاحب يبقوا الكل أصحابها. انت كمان يا سعيد كنت حاسس ان ابويا مش كده؟ ايوه. قولي يا سعيد نفسك في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ انا محكوم عليا بالاعدام ولا ايه؟ لا اقصد يعني نفسك في ايه تكون حاجه بتستمناها قوي ونفسك تتحقق؟ انا افضل ان اكون احقر الناس ولي احلام ارغب في تحقيقها على ان اكون اعظم الناس ولكن بدون احلام ولا رغبه. طب قول كده، قول على اي حاجه بتستمناها وشوف اذا ما كانش بابا يحققها لك ولا لا. انا عايز اخد الدكتوراه. دكتوراه؟ عايز ابقى دكتور. سعيد اتفضل. ايه ده؟ اتفضل يا سعيد. انا بقول عايز دكتوراه. ممكن يا بابا؟ ايه هو مش دكتور؟ ايوه دكتور بس من غير شهاده، زي الكلب اللي من غير رخصه. ممكن عربيه الكلاب تشده في اي لحظه. طيب امسك دول. عشان ايه دول؟ ساعدتني وقفت جنبي وكنت اكتر من اخ الفتحيه. اصغر من رايت من الناس، رجل يترجم الاحلام الى لغه الفضه والذهب. واد يا سعيد كل نفسك يا واد، شوف بكلم مين. معلش يا فتحية. الأصغر الناس قال ايه؟ 500 جنيه نستشويهم؟ رأتان طيبتان في الدنيا، احداهما ماتت والاخرى مفقودة. انت هتتكتم ولا هو فراجك؟ ما تنسيش يا حبيبتي انه في بيتك، ما يصحش تعمليه بالشكل ده. ايوه صحيح انا نسيت، افتكرت نفسي في السيرك. ما تزعلش يا سعيد. سيبوني لوحدي، سيبوني انا استاذ. هو مرجان ما جابش اللحمه ليه؟ هشوف. مرجان انت يا مرجان. انت متربي معاها وعارفها كويس، ما تزعلش منها. المراه كالفاكهه، قد تكون تفاحه رائعه المنظر، سريعة العقل، باهظة التكاليف. طيب وما كانتش تفاحة تبقى ايه؟ تبقى موزة، خير ما فيها قلبها. طيب وما كانتش موزة؟ تبقى خيارة، بدايتها طيبة ونهايتها علقم.
علقم والله علقم. طب انت شخصيا بتحب اي نوع من الفاكهه؟ احب جوز الهند. جوز الهند؟ اشمعنى؟ لان قلبها ابيض. طيب بقى امسك دول قبل جوز الهند ما تيجي. لو اعرف بس ليه دول. هديه مني ليك يا اخي. الله، لو عاوز تهديني صحيح هات لي واحده غيرها. واحده غيرها؟ ايوه. ايه؟ واحدة غير اللي راحت مني في السيرك وانا بلعب العقلة، بس بشرط تكون صناعي، انما الناس تحس انها طبيعي، ما يحسوش ان انا برجل مش مظبوطة، رجل واحدة. اسمع، انت هتنزل معايا دلوقتي حالا وهترجع من غير خشبة. يا اصدقاء، ليس لي غيرك صديق. عيد على العز، العز وس، عيد على العز. ايه ده؟ الميكروفون ده كله يا ناس، يا خال، يا هو، جنة دي ولا الدنيا؟ أكيد هي دي الجنة. إيه ده؟ معقولة توحة عايشة هنا؟ فتحية اللي كانت بتنام في اسطبل الحمير. يا عيني عليك يا توحة. فتحية اللي كانت بتنام في اسطبل الحمير بتتمشى دلوقتي على حرير في حرير. يا سلام، الست فتحية بعد الضلع لبست حرير في حرير، والست توحة. ايه ده؟ بقول ده كله؟ اخ يا ابو حميد، لو ربنا يزهر لك اب من اغنى اغنياء الصين ولا الهند. يا سلام، تبقى نغنغه. تفضل. ايه ده ساعه البيه؟ اوديه فين؟ ايوه جاي. تعال هنا يا بليه. ايوه ساعه البيه. ايه اللي توديه فين دي؟ اوديه فين ده بيه؟ دي علشانك يا بلوه. علشان انا؟ ايوه. ايه ده لا مؤاخذه بيه؟ ان الناس لا ان الناس بالكاف. اشرب. سلام. اني ناس. طب يا ترى إني صنف من الناس؟ الناس أشكال وألوان وبيقولوا على كل ناس. عيني عليك يا دنيا، في ناس بتلمس الدهب يبقى تراب والعياذ بالله، وفي ناس بتلمس التراب يبقى دهب. ربي جعلني من المحظوظين يا ربي. يا سلام. هلو. الله أكبر. إيه ده يا دكتور سعيد؟ سعيد بدم وشحم ولحمه، سعيد من غير خشب. انا مش مصدق عيني. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ لا 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 الله اكبر. ايه في ايه؟ ده لسه دوشجي من ايامها. ايامها ايه يا دكتور؟
دول كلهم ما خسروش 20 يوم. ايامها ايه؟ لا 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 لا، ما يهمكش، احنا لفينا اوروبا في 5 ايام، يعني ممكن نلف العالم كله في شهر. انا فرحان بيك قوي يا دكتور، فرحان بيك قوي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه البقلاوه دي؟ اه عموما عايز اقول لك حاجه، يعني ما فيش داعي تقول لي دكتور، مش مهم دلوقتي. انت ممكن تقول لي يا اكسلانس. اكسترانس؟ ماشي، حلو حلو، ماشي. اكسترانس سعيد. حلو، اكسترانس سعيد. سعيد اكسترانس يا ابني، يا اكسترانس سعيد. اكسلانس مش اكسترانس، بلاش شغل الكلاكسات التاكسيات ده. ما حلوه يا عم، حلو. قول لي ماشي، انت جاي عشان تقابل الهانم مش كده؟ هانم؟ هانم مين يا اكسترانس؟ لا انا جاي قابل فتحيه. ايوه الهانم فتحيه. هانم ثم انت غبي. الله، مش ممكن ابدا هانم وتجردها من اللقب تقول يا فتحيه ابدا. الله، دي هانم، وعشان تنده واحده بنت مليونير لازم تقول لها يا هانم، ومش كده وبس، تعمل انحناءه خفيفه مع الراس كده اهو. اعمل كده اهو؟ ايوه. ايه بدور على حاجه وقعت مني؟ اعمل كده اهو، انحناءه خفيفه. انا 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 عايز اقابل فتحيه، ماليش دعوه بالهانم يا دكتور، ما تفهمني بقى. ايه اكسترانس؟ ايوه هي فتحيه هانم، هي فتحيه بس فتحيه هانم. الله، ايوه يا دكتور اعمل معروف يا اكسترانس، انا عايز اقابل فتحيه مش عايز اقابل هوانم. الله، قلت لك هي فتحيه هانم. طيب هي فتحيه هانم، وكده هتزعجها كده، ممكن تيجي الثانيه تصحى. تصحى ولا تقوم؟ انا مال، انا عايز اقابل فتحيه يا عالم. لا اكسترانس، هدوء خالص، انا مش عايز صوت هنا. طيب مش قهوه دي ابدا. حاضر سيدي. هلو، هاو دو يو دو؟ الو الو الو، انا 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 احمد الجرسون، لا مؤاخذه احمد الجرسون. ايه بس روشتيني. بقول لك هاو دو يو دو يعني ازاي الصحه يا غبي. ازاي الصحه؟ هاو بكريو دي ازاي الصحه؟ بكريو ايه؟ بكريو ايه؟ شغل الترسيه ده. اسمع، قول لها اي ام فاين ثانك يو. I am fine. Fine ايه وباين ايه يا اكسترانس؟ انت هتلخبط لي مخي خالص، عمال تقول لي فاين وبقر، ايه يا سيدي الحكايه؟ مش كده المعامله، مش كده اللون ده، ليه كده اكسترانس؟ ليه كده؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت طلبت مقابله الهانم. ايوه. مش كده؟ ايوه. طلبتها ليه؟ اتكلم. لا مؤاخذه بقى، عايزة على انفراد. اصله في موضوع خاص بينا، سر يعني. طب سيبنا احنا دلوقتي يا سعيد. لا لا لا، ما اقدرش اسيبك ابدا مع ولد تافه زي ده. الله الله، مش تمني. سيبنا يا سعيد، اخرج دلوقتي. ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ ما اقدرش اخرج. مرجان، تعالى يا مرجان. افندم ست هان. خرج سعيد بر. برا. ايه ده؟ ايه اللي بتهددوني بيه ده؟ بدنجان يجي على طول زي الصاروخ. فضل. انا بدنجان يا خرنجان؟ فضل. بدنجان بدنجان. يلا اخرج بلاش غلط. العيلة مزيتها، ده حاجة غريبة. يلا يلا. جرى ايه يا واد يا احمد؟ ما انتش عارفني ولا ايه؟ خير؟ الله، انا اتغيرت للدرجات يا واد. مش عايز اطلع بره ليه؟ انتوا مش هيقتوه وشيكتوه ورسمتوه وعملتوه اكسترانس جديد، عايز ايه تاني؟ ما يحمد ربنا. بطل طولة لسان، طول إيه؟ عمرك تتدخل في اللي مالكش فيه. انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ لا اصل يعني يوم ما مشيتي من السيرك كان عليك 30 ساغ شككت بيهم. رحت طلبتهم من ابوك زقزوق، قصدي من المعلم زقزوق. قال لي روح شوف مين اللي شكك منك. يعني جاي طالبني بدين؟ الحق طول ما وراه صاحبه يا ست توحه ما يضيعش ابدا. طيب يا احمد انا هدفعهولك. قول لي يا احمد، اخبار السيرك ايه؟ ما بتردش ليه؟ هقول لك يا توحه، بس ما هو لو كان يهمك السيرك برضه كنت جيت بصيت عليه بصه، ولا برضه طليت علينا طله.
اخبار الحصان بتاعي سمس ايه؟ من يوم ما مشيتي هو ما بيدقش الاكل خالص، مضرب عن الاكل خالص. مش معقول. الله، لا معقوله توحى، الحيوان بتطمر فيه برضو العشره. اه وخالتي سونيا اخبارها ايه؟ اظن ما مبسوطه قوي دلوقتي ان انا مش في السيرك. ليل نهار في خناق مع المعلم زقزوق، ليل نهار. ايه طب الاول كنت بتتخانق عشان انا موجوده ودلوقتي بتتخانق ليه؟ ماليش دعوة، مش عايزين نجيب سيرة حد، محبش النميمة، دعي الخلق للخالق. ماليش دعوة. طيب يا حب. يلا بقى اديني الفلوس خلينا نمشي. حاضر حد هاد يا سعيد. اكسترانس قوليه اكسترانس. نعم يا حبيبتي. بلياتشو. اهلا. ازيك يا بلياتشو؟ اهلا يا احمد، ازيك وازاي حالك؟ ايه عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بلياتشو؟ يا بابي احمد جاي طالبني بدنكن علي. ايه؟ والله 30 قرش. ايه يا احمد فين النكت الحلوه بتاعتك؟ طيب اطلع انت يا حبيبتي وانا هتصرف معاك. طيب. امسك دول. ما انت عارف ساعات اللي بيها بلياتشو ما بعيش فك لو واخذه. ايه طيب خد حقك. وادي الباقي لاولادك، قول لهم من عمكم البلياتشو. 5 جنيه. ربنا يخليك لينا يا عم البلياتشو. ربنا يديك الصحه وما يحرمنا منك ابدا ويخليها لك يا رب. مع السلامه. الله يسلمك من كل شر يا بيه. سلام عليكم. سعاده البيه. اهلا يا سعيد. انا في موضوع فيري سيريس عايز اكلم حضرتك فيه. اتكلم. انا طالب القرب من بنت سعادتك. اذا كنت سيادتك عايز مهله للتفكير انا مستعد اديك مهله، بس دلوقتي وحالا وفورا، وتقول لي فورا دلوقتي، ما فيش ثانيه تقول على طول. على كل حال يا سعيد اذا كانت هي موافقه ما فيش داعي اني افكر. لا من ناحيتها طبعا اطمئن، هي ما عندهاش فكره خالص. لكن انت شايف انكم هتعيشوا مع بعض في سعاده واستقرار؟ اللي انا شايفه انها عايشه حاليا في مرحله قلق، يعني كل اللي بتعمله تشخط وتنطر في الشخص الوحيد اللي ماشي وراها وخايف عليها من النسمه. انت اللي طلبت انك تكون السكرتير الخصوصي بتاعها. ايوه، وانا طلبت دلوقتي ان انا اكون جوزها علشان لما تشخط وتنطر اقدر اقف قدامها واقول لها اشخطي وانطري. طيب يا سعيد على العموم انا هاخد رايها، وان كانت موافقه انا موافق. انا متشكر قوي، متشكر قوي، متشكر. انا عموما هستنى برا في عربيتي المرسيدس 1100 ار. طيب مع السلامه. يا نفوخي، يا دماغي، يعني دماغي هيكسر حتت حتت. لا وايه دي هيتفتفت كمان. كنا عايشين في امانة الله، تمام التمام، لوز اللوز، عال العال. انا وبهجت بيه من ساعة ما جت ست فتحية دي وهي عمل كركوبة في البيت كله طول النهار. سعيد لا ويرجع تاني يقول ايه مرجان، سعيد مرجان. لما عمل لي استنجلينا في النافوخ بتاعي يا ساتر. اعوذ بالله، انا لوحدي كده في الشغلانه دي مش ننفع. ده انا عايز 5 مساعدين. يعني نافوخي ده انا عايز كمان ايه يجي ب10 قرش سبرين. هو راح فين ست فتحية دي كمان علشان نكلمه في الموضوع بتاع المدرس الفرنساوي دي؟ هو الراجل قاعد تحته لغاية دلوقتي عشان ياخد الدرس بتاعه، ما جاش ليه؟ انا عايز نفهم. وبعدين
لا وقع، والسعيد كمان خد بعده وشرب اسبرينا ونزل ينام، ويسيبونا انا ندوه جوا البيت دي. اخ يا نفوخي، اخ يا دماغي، اخ لما نقعد نستنى. يا مرجان. انت هنا يا مرجان؟ ايوه استاذ. سعيد فين؟ خد اسبرين ونزل ينام تحت. ينام ما يقوم. ليه؟ روح الدهر. حاضر، بس مدرس الفرنساوي تحت وعايزك. مش هاخد زفت، اديله حسابه وخليه يمشي. اوكي. يلا واقف مستني ايه؟ روح اندهله. مش عاوز خدمة تاني؟ لا مش عايز. خلاص، انت حر. مرجان. ايوه يا ست هان. مفيش حاجة، مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة. خلاص. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ كل خلاص. شيء ممكن يتم بالتفاهم يا فتحية. انا خلاص يابا، قصدي يا بابا، خلاص مش قادرة، مش قادرة اخبي اكتر من كده. انا عاملة زي العصفور اللي عايش في قفص من ذهب، واللي بتسمع صوته على انه غنى وهو بكى. خلاص يابا مش قادرة اخبي اكتر من كده. حاولت اتعلم اكل واشرب واتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي زي ما انت عايزني اكون، لكن مش قادره، مش عايزه. الحياه يا بابا مش شوكه وسكينه، الحياه ناس حلوه وناس وحشه وبني ادمين، والبني ادمين كتير، بس الظروف هي اللي بتخلي من البني ادم وحش. مش عارفه اقول لك ايه يابا. انا عشت معاك 20 يوم في حياه ما كنتش احلم بيها. اكل ولبس وراحه، بس حسيت انهم 20 سنه. انا عايز ارجع يابا، عايز ارجع للسيرك تاني، عايز اكسب لقمتي، عايز اشتغل، عايز ارجع لبزقزوق وخالتي سونيا والحصان سمسم اللي ما بياكلش من ساعه ما مشيت، واحمد وسعيد، السعيد اللي غير توبه وصدق نفسه. هي دي حياتي يابا. انت صحيح موفر لي كل حاجه، موفر لي الراحه كل حاجة ما كنتش أحلم بيها، لكن مش عارفة ليه حاسة إني بعيدة عنك. فتحية. أيوة أنا... يابا أيوة. ما تزعلش مني، ده أنا ما صدقت لقيت لي أب حنين زيك. وفر لي كل حاجة وريحني في حياتي، لكن مش قادرة أكون تمثال دهب ما فيهوش روح ولا حياة، ما بينطقش، ما بيحسش، ما بيتكلمش. مش قادرة يابا. أنا حياتي مع الناس، كل الناس، طيب والوحش والحلو، كلهم يابا. فتحية، أنا كنت في منتهى السعادة لما لقيت بنتي، لكن دلوقتي أنا أسعد مخلوق في الدنيا، لأن اكتشفت إنك إنسانة بحق وحقيقي، إنسانة بمعنى الكلمة. الدنيا علمتك اللي ما كانتش فلوسي تقدر تعلمهولك أبداً. فتحية، أنا أملك 2 مليون جنيه، حد بيهم سلك علشانك وعلشان سونيا وزقزوق وأحمد وحب الرمان والكل.
مش معقول مش معقول يا بابا. وهشتغل معاكم بالياتشو علشان اسعدك واسعد الناس كلها. مش معقول. وتنضرب على جفاك كل ليله برضه. ده مش ضرب الحق حقيقي، ده تمثيل يعني كده وكده. يا سلام. يلا روح عند اهل السيرك كلهم قول لهم هنعمل سيرك جديد باحدث المعدات. حاضر يا بهجه بقلا مؤاخذه. حاضر يا بلياتش. يلا بسرعه. فتحيه، سعيد طلبت منك. بس سعيد زي اخويا، طول عمري بحس انه زي اخويا. اللي تشوفيه يا فتحيه، انا كل اللي يهمني سعادتك بعد سنوات التعاسه اللي عشتها بعيد عنك. خلاص يا فتحيه مش هسيبك ابدا ابدا ابدا. اتفضلوا حضرات، اتفضلوا اتفضلوا اتفضل. اهلا ابا زقزوق. اهلا 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 بنتي. اهلا اهلا ابا البلياتشو هيعمل لنا سيرك جديد. يا سلام يا سلام. وهتسموه ايه بقى السيرك دي؟ اقول لكم. ايوه هنسميه سيرك البلياتشو. سيرك البلياتشو.